النيورولوجي في الاول احنا هنلمس شويه ليه الناس مش بتحب النيورولوجي، بتقعد تقول النيورولوجي مكلكع والنيورولوجي صعب. عشان النيورولوجي ليه فوكابولري، ليه شويه كلمات كده بتوع النيورولوجي بيقولوها، فانت لما تبقى ماسك الكلام بتاع النيورولوجي تعرف تالف في اجابه السؤال حتى لو كان نيورو. فاحنا هنقعد نتكلم شويه اساسيات في الاول. ايه السيستمز اللي موجوده في الموتور سيستم اللي بيتكون من البيراميدال والاكسترا بيراميدال، والرسمه اللي موجوده في الورقه للطريق بتاعهم طالعين من اريا 4 اللي هي الفيلز سيلز البيراميدال اريا والبيراميدال سيلز، بيفضل نازل البي فور بيراميدال والاي بي دي الاكسترا بيراميدال، بينزلوا بيعدوا من الثلامس بعدين ميد برين بونز ميدالا. الرسمه دي هنرسمها كتير، والثلاث مستطيلات اللي فوق بعض دول اللي هم الميد برين والبونز والميدالا لسه بادئين حاجه. وبينزل عند اللور بوردر بتاع المدلة بيعمل كروسنج وينزل لحد ما يقابل الانتيرو هورن سيلز. الجزء ده كله اسمه ابر موتور نيورون. الجزء من الاول ما خرجنا من اريا 4 لحد ما عملنا ريلي مع الانتيرو هورن سيلز انا اسمي ابر موتور نيورون. من بعد الانتيرو هورن سيلز او من اول النيوكليس بتاعت الانتيرو هورن سيلز لحد النيرف لحد البريفري انا اسمي لور موتور نيورون. ماشي، البيراميدال وظيفته ايه؟ كل الوظائف بتاعت البيراميدال بيهبط. يعني ايه بيهبط؟ يعني بيعمل انهيبيشن للفولنتري موفمنت، بيعمل بيقلل الديب ريفلكس، بيقلل التون. ده معناه ايه؟ ان احنا العكس، لو حصل ليجن للابر بيراميدال تراكت في اي مكان من اللي احنا قلناهم دول هيحصل العكس، هتزيد التون وهتزيد الريفلكس. ماشي، الاكسترا بيراميدال بيعمل ايه؟ نفس الحاجات اللي فوق بس ريجيوليشن وملوش علاقه بالريفلكسات، بمعنى ان هو بيريجيوليت الفولنتري موفمنت. بمعنى انا عايز امشي فانا بمشي فولنتري بحرك رجلي، الاكسترا بيراميدال بيعمل ايه؟ بيحرك ايدي معايا وانا ماشي. ده الفرق بين فولنتري والريجوليشن بتاع الفولنتري موفمنت. اسف، الريجوليشن ان انا لما بعمل انا عايز احرك ايدي فولنتري بفردها لقدام، ايه اللي يخليها ما تترعش وهي بتتحرك او يخليها ثابته؟ الريجوليشن بتاع الاكسترا بيراميدال. انما في الحاجه الثانيه اللي هي ريجوليشن اوف ايموشنال اند اسوشيتد موفمنتس، هي دي الاسوشيتد، ان انا وانا ماشي ايدي بتتحرك جنبي رايحه جايه، ده اسمه اسوشيتد. طب انا لما اقول كلام بيضحك اضحك، او انا لما اقول كلام متضايق وشي يكرمش. الكرمشه والضحك والاسوشيتد موفمنتس دي المسؤول عنها الاكسترا بيراميد، اللي هو سليمه تبقى سليمه. وبيقلل المسل تون، فلو حصل له انجن يحصل هايبر تون. تعال نطلع من الاكسترا بيراميد كم معلومه. الريجوليشن بتاع الفولنتري موفمنت لو باظ يحصل ايه؟ لو انا خسرت الريجوليشن بتاع الفولنتري موفمنت يحصل ايه؟ يحصل تريموس، ان انا ايدي ما بقتش بتتحرك، ايدي انا جنبي ما تبقاش ثابته، تبقى بتتحرك. طب لو بوظنا الريجيليشن بتاع الايموشنال والاسوشيتد موفمنت، لما بعمل حركه معاش اسوشيتد موفمنت، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ماسك فيس، اللي هو واحد من الاعراض بتاعت ماشي، اللي هو اسمه ايه؟ اسمها برادي كاينيزي، ان انا حركتي ثقيله ومعاش اسوشيتد موفمنت. لو قللت الماسل تون، لو شفت الانهبيشن على الماسل تون يحصل ايه؟ هايبرتونيا على شكل ريجيديتي. والتريات ده بتاع الباركنسونيزم. ده الباركنسونيزم هو ليجن في الاكسترا بيراميدال، بتبان بالثلاث حاجات دول، تريمولز وبرادي كاينيزي واخر واحده اللي هي الريجيديتي. ده خلصنا الباركنسونيزم، بعد كده هقول التريتمنت بتاعه لما نروح. انا بقدم كلام، الموضوع ده هنبقى نشرحه قدام. السنسوري سيستم ده الرسوره اللي جنبها متقسم ثلاث حاجات، في البوستيريور كولن، الرسمه دي بتاعت السباينال كورد، واللي فوق ده دورسال واللي تحت ده انتيريور، والتراكس اللي جايه السنسوري نيرف جايه مثلا من السكن والاورجنز وداخله للسباينال كورد. في واحد اول ما بيخش بيطلع على السيم سايد، ده البوستيريور كولن، وده المسؤول عن الفاين تاتش والفايبريشن والديب سنس، ده الكلام اللي مكتوب جنبه. اللي بيعدي الناحيه الثانيه بعدين يقسم ده على الاوبزيت سايد، ده اللاترال سباينال ثلاميك او السباينو ثلاميك. والسباينو ثلاميك ده مقسوم تراكتين، لاترال وفنترال زي مكتوب. لاترال ده اللي شايل البين والتمبريتشر، والفنترال ده شايل الكروت تاتش. ماشي، وبعد كده في كورتيكال سنسيشنز، لما كل التراكتس دي بتطلع للبرين وتوصل للكورتكس اللي هي 1 2 3 بيحصل لها انتجريشن. وفي حاجه اسمها كورتيكال سنسيشنز كاتب عليهم مثال، اللي هم التو بوينت سيميليشن، لما المس نقطتين احسهم نقطتين مش نقطه واحده، دي اسمها كورتيكال سنسيشنز. السنسيشنز عند الثلامس بتبقى بيرسيفد، بمعنى البين لو وصل لحد الثلامس انا هحس بالبين. الكورتكس دورها ايه؟ دورها خمس حاجات في السنسيشنز في العمل اللي بنقولهم، بس مثال منهم التو بارت سكيلميشن. بعد كده في رسمه تحت شمال دي بتاعت الفانكشنال اريز اوف ذا برين،
وظيفتهم ايه؟ ان احنا لما نيجي نوصف ليجن في الارتيريال سبلاي او لما نوصف الاستروك بعد كده نبقى نعرف مكانها فين نحدد الليجن دي. انما عاده مش هيجي سؤال على بعضه ايه الفانكشنال ريليز. من قدام ده فرونتال لوب فوق برايتل تحت تيمبرال ورا اوكسيبيتال. الفرونتال لوب في 7 ارياز. اريا 4 دي اللي هي الموتور اريا بتاعت البيراميدال ومقسومه هي نصين، نص فوقاني ونص تحتاني، والجسم ريبريزنتد اب سايد داون. تحت ده الابر لمب وفوق ده اللور لمب. 6 دي الاسوشيتد او في موتور اريا، يعني ايه الحركه بتبقى انتجريتد، كل اريا بتعمل حاجه قدامها اريا تانية بتعمل انتجريشن. تفهمنا الدنيا بتاعت الحركه دي لازمتها ايه. 8 بتاعت الكونجيوجيشن اللي بتخلي عيني لما ابص الناحيه او ابص الناحيه الثانيه العينين يتحركوا مع بعض. وبعدين في شخبطه سودا قدام صح، ده البري فرونتال اريا دي المسؤوله عن الذكاء والذاكره او بيرسوناليتي والمينتاليتي. ماشي، في دوريه قدام المربع اللي مقسوم نصين، في مربع صغير فوق، يعني في 3 مربعات صح ولا مش طالعه فوق. المربع اللي فوق ده اسمه بارا سنترال جايلس او بارا سنترال اريا، دي وظيفتها ايه؟ مسؤوله عن البي بي باول وبلادر. فاحنا قلنا اريا 4 و6 و8 والبري فرونتال اريا والبارا سنترال جايلس كده 5. في اريا 44 و45 هم بروكاز وفيرنج المسؤولين عن الكتابه والقرايه. ماشي، بعد كده في البارايتال اللي هم اريا 3 2 1 دول المسؤولين عن السنسيشن. 37 و9 93 39 اللي هم 39 دي اللي هو الانجولار جايروس ده اخره ار، فده مسؤول عن الريدنج. ولما يحصل له انجري بيحصل لي اليكسيا. يعني ايه اليكسيا؟ عايزين نقول حاجه برضه في فرق بين ايه الفرق ما بين ان انا بلايند وان انا عندي فيجوال اجنوزيا. اه بالظبط، بلايند يعني انا حد داخل انا مش شايفه اصلا، انا مش شايف قدامي. فيجوال اجنوزي انا شايف بس مش فاهم يعني ايه، يعني انا مش عارف ان مثلا لما حد يخش انا شفت الوان معديه بس انا المفروض اسلم عليه، المفروض اقف، المفروض اتكلم معاه، المفروض اعمل ايه، انا مش فاهم انا شايف ايه. فاليا 39 بتاعه الانجلر جايلس بتاعه الريدنج انا شايف الحروف وانا بعرف اقرا بس انا مش فاهم انا شايف ايه وانا مش عارف انا شايف ايه. 37 ده السوبرا مارجنال جايلس ده المسؤول عن الايدياز وفي سبيتش ومسؤول عن لما بيحصل له ليه لما يتضرب بيعمل حاجه اسمها وورد سلاد. يعني ايه وورد سلاد؟ انا بقول الكلام متلخبط مش مترتب وبيعمل حاجه اسمها ابروكسي. ابروكسي ايه الابروكسي؟ ان انا عندي inability to do coordinated movement despite intact موتور وسنسري وكوردينيشن. بمعنى انا عايز افتح الزرار ده واقفله، طبعا الحركه محتاجه تركيز ان انا اشد الحته دي لورا وازق الزرار واسحب الزرار من الناحيه الثانيه، ده محتاج انتجريشن ان انا اعمل كذا حركه مع بعض. الافراكسيا ان انا موتور سليم، سنسوري سليم، كوردينيشن سليم، بس انا مش عارف اعمل كوردينيتد موفمنت، ده اسمه ابراكسيا. مش معايقني الشلل، انا سليم كل حاجه سليمه بس انا مش عارف اعملها، ده اسمه ابراكسيا. ده البرايتال اريا. بعدين في التيمبورال لوب في اريا 41 و 42 بتوع الهيلينج. ماشي، وفي الانكس الجزء المسؤول عن السميلينج. وفي 22 اريا اسوشيتد هيلينج. ايه الفرق بين هيلينج واسوشيتد؟ بسمع ومش وبترجم اللي انا سمعته. 17 18 19 دي الاوكسيبيتال اريا، ده المسؤولين برضو عن اشوف وافهم اللي انا شفته. ماشي، ابر موتور ولور موتور نيورون ليجنز ده الجدول الطويل السعيد. ده سؤال مهم جدا جدا، ده اول سؤال بقى ريتن. الورق ده معمول عشان ايه؟ دي اسئله الريتن اللي جت في السنين اللي فاتت كوندنس، تكتب ايه في كل سؤال. ده سؤال مشهور جدا، هو الابر موتور ولور موتور نيورون ليجنز. ايه اللي يحصل لو انا ضربت البيراميدال تراكت؟ ده الجزء الابر موتور. ايه اللي يحصل لو انا ضربت النيرف من الانتير هورن سيل وانا ماشي لحد الاخر؟ في مثال كان بيتقال عشان يوضح الفرق ما بين الاثنين، الابر موتور هو المتحكم، هو اللي كان الانهبيتوري، فغالبا لما بيتضرب مش غالبا هو لما بيتضرب ايه اللي بيحصل؟ العضله بتبقى ضعيفه عشان ويكنس عادي،
وكل حاجة تانية بتبقى زايدة، لأن هو كان انهبيتوري على كل حاجة، التون بتعلى، الفليكسات بتعلى، كل حاجة بتعلى، بس أكيد الباور معليتش. اللور موتور نيورون العكس، أنا ضربت النيرف اللي بيسبلاي المصل نفسها، فكل الحاجات بتبقى في النازل، ده جنرال رول. كومنت على كل واحدة الباور بتبقى ديكريزد في الأبر موتور، التون زايدة عشان هو انهبيتوري وبيحصل ما بيحصلش ويستنج. ايه اللي بيخلي العضله مثلا بايسبس ايه اللي يخليها ما تحسبهاش ويستنج في حد نورمال؟ حاجتين، اليوز ان انا بستخدم الفايبرز بتاعت العضله في الكونتراكشن في حياتي اليوميه. الحاجه الثانيه البلاد سبلاي، ان المصل اللي يبقى فيها تون دايس على البلاد فيسلز مخليه الدم يوصل لحد كل حته في العضلات. في الابر موتور نيورون ليجن انا عندي هايبرتونيا، فانا خسرت حاجه وما خسرتش الثانيه، انا خسرت اليوز بتاع العضله عشان هي اتشلت، بس انا ما خسرتش التون، فانا بيفضل عندي العضله بتفضل سنين على ما يحصل لها ويستنج. فانا كاتب اكس على الويستنج، بس هو ديليد، ممكن يحصل ديليد ويستنج او ما يحصلش خالص. اللي هو موتور نيورون ليجن بيحصل فيها ويستنج، انا خسرت الاثنين، مش بحركها وخسرت التون، فبيحصل الويستنج ايرلي. الريفلكسات متقسمه اربع حاجات، الديب ريفلكسز بتبقى اكساجيريتد، الديب ريفلكسز هم البايسبس والترايسبس والحاجات، والسوبرفيشال لوست في كل حاجه، العضلة أصلاً مش العضلات مش شغالة. بابينيسكي بيظهر، والبابينيسكي هو الشور الساين للأبر موتور نيورون ليجن، أو الشور الساين البيراميدال تريكت ليجن. باثولوجيكال ريفلكس بتبان، بتبان في الأبر موتور نيورون ليجن. هو كان عامل انهيبيشن للباثولوجيكال ريفلكس الأبر موتور، فلما بيغيب الحاجات التانية بتظهر. الكرونس بيحصل عشان ما فيش ريجيليشن، والفاسيكيليشنز مش بتبان. الفاسيكيليشنز بتبان عامة إمتى؟ في العضلة لما تكون في الانتيريور هورن سيلز، ليه؟ الاشارات طالعه قليله والرجل، ففي سنه فايبرز بتكونتراكت، او في سنه بوندز بتكونتراكت، او المصل بدات تتحلل. فالفاسيكيليشن ده خطوه قبل الويستنج على طول، وبما ان كده كده اصلا احنا مش ويستنج في الابر موتور نيورون ليجن، فاحنا مش فاسيكيليشن في الابر موتور نيورون ليجن. اللور موتور هيبقى الكلام بقى العكس، ان هو الباور برده قليله، العضله مشلوله، التون نازله، ويستنج بيحصل، وكل حاجه لتحت. لا ديب ريفلكس ولا سوبرفيشال ولا باثولوجيكال. وبابينيسكي مش موجود. ايه بابينيسكي؟ الفانينج اوت، لما يعني لما اخد السول اوف ذا فوت بسن شارب واخده من اللاترال للميديان يحصل فانينج، والثامب بيبقى، والفاسيكيليشنز موجوده ومفيش كلوز. ماشي، ده سؤال مهم. تاني سؤال، من كتر ما هو مهم بقى اللي هو الاستروك، كتر ما هو مهم هتلاقوه في الورقه لوحده، الورقه الثالثه دي بتاعت الاستروك لوحده. هناخد من هنا الايتيولوجي والريسك فاكتورز، لما نوصل للتريتمنت هنبقى ناخده من الصفحه الاخرانيه لوحده. ايه الايتيولوجي بتاع الاستروك؟ ايه تعريف الاستروك؟ بيرمننت نيورولوجيكال ديفيسيت، مشكله بيرمننت حصلت في البرين، وبيرمننت ديو تو فاسكولار اوريجين، ده تعريف الاستروك. فالمشكله اللي حصلت فاسكولار دي اما تكون اسكيميك هيموراجيك، الدم ما بقاش بيوصل، او الدم اتبعتر. اسكيميك يا اما سببها ثرومبس، وسبب الثرومبس في اي حته في المنهج في البطن او في الجراحه في الركاب، فيلوسيتي فيسكوسيتي فيزل وول، واضرب الاسباب زي ما انت عايز. امبلس، وحط في دماغك على طول امبلس في اي حته في الدنيا، ميكس لازم يجي معاها، اللي هو الميترال ستينوز والاي اف، ده اشهر حاجه في الدنيا، ان الدم ما بيتحوش جوه الليفت اتريوم ولا بينزل، الميترال مقفول فالدم ما بيتحركش، فده استجنيشن. اف فالاتريوم ما بيضربش فده استجنيشن، فده عنده كميه استجنيشن في الليفت سايد من الهارت، سهل جدا يرمي الاورطه انجلس طول النهار والليل. اسباب اخرى بعدها الام اي والكاروتيد اثيروماتس بليك، ان الكاروتيد يكون فيه، ده مصدر كويس جدا، ان الكاروتيد يبقى فيه اثيروسكليروزس ومليان بليكس، اول ما كل شويه يفك منه بليك دايركت على البين. ده الاسباب الامبولس الهيموراجيك 3 تي و3 اي، نكتبه معلش، التي اللي هو الهايبر تنشن والتروما والتيومر، دي اسباب الهيموراجيك، تنشن تروما تيومر. والاي اللي هو انوريزم والانتي كواجيليشن، انتي كواجيليشن ده سواء ديزيز او دراج، يعني حد عنده اي تي بي او بياخد هيبرين او وارفرين. والايه الاخرانيه اللي هي انجيوميتس مال فورميشن، عنده لخبطه في الفاورتري في البرين او حاجه.
ايه الريسك فاكتورز ان حد يجي له ستروك؟ ده باراجراف مهم جدا. ده ما كتبتوش في النيورو هتكتبه في الكارديو، ما كتبتوش في الكارديو هتكتبه في الورقه الاولى، هتكتبه في النيورو الورقه الثانيه، هتكتبه في الكارديو الورقه الثانيه. لازم تكتب الباراجراف ده في حته في الامتحان، لو فرطت هتنسيه في الاورال. اللي هو الريسك فاكتورز فور اثيروسكليروزس او الريسك فاكتورز للامبوليزم للثرومبوز، في اسباب نون موديفايبل واسباب موديفايبل. نون موديفايبل اللي هي ايه؟ سنك وجنسك وعيلتك. سنك الاولد ايج اكتر، الجنس الميل اكتر، عيلتك فيه هيريديتري فاكتورز، والتايب ايه بيرسوناليتي. دول مور كومن هم يحسبوهم الستروكس والثرومبوز. موديفايبل اللي هم ده خطه كبيره بقى، هي اتش قدامها اربع حاجات، والاول اربع حروف من كلمه جلوكوز. الجلوكوز ده اللي هو سكر، ففي ثلاث السات بس كيم فورمولا مش بتاع الاتش قدامها اربع حاجات اللي هم ايه؟ اول حاجه الهايبرتنشن، بعدين الاتش الثانيه هارت ديزيز زي الاي اف، والهوموسيستينيميا تعمل هايبرتنشن، تعمل بريدسبوز للام اي، والاتش الاخرانيه هيفي الكحول انتيك. بعدين كلمه جلوكوز الجي اللي هو الجلوكوز عالي، ده الجي اللي هو الدايابيتس، والال اللي هي الليبيدز عالي اللي هي الديسليبيديميا، واليو اللي هو اليوريك اسيد عالي. الثلاثه دول اصلا بتوعين اللي هم الجي ال يو دي بتاعتين دي السايد افكتس بتاعت الثايزايد بتاعت الدايابيتكس، هم بيعملوا دايابيتس وبيعملوا ديسليبيديميا وبيعملوا يوريك اسيد عالي. والسي اللي هي السي سي بيز كومبايند كونتراسبتيف بيلز. والثلاث اسات اللي هي سموكينج والسيدنتري لايف، حاجتين الاوبيزيتي والديكريزد فيزيكال اكتيفيتي. احنا ايام الامتحانات يعني، والستريس. ماشي، في تقسيمه جوه التقسيمه لو حابب ان انت تفصص اجابتك اكتر من كده. اول واحده في كل نيمونيك، يعني اول واحده في الاتش والجي والاس، دول اسمهم هاي موديفايبل ريسك فاكتورز. لو انت حابب تقسمها جوه التقسيمه، يعني اول اتش والجي واول اس دول اسمهم هاي موديفايبل ريسك فاكتورز، عايز تعمل تقسيمه جوه التقسيمه. عايز تعمل، لو انت بقى مركز ان انت تعمل هاي موديفايبل ريسك فاكتورز ولو موديفايبل ريسك فاكتورز، يبقى اقسم خد اول واحده من كل واحده لوحدها. ماشي، كلينيكال بيتشر لما حد بيجي له ستروك، ده كلام عام هنبقى نفصص بعد كده في البلاد سبلاي، ان هو بيتافكتد موتور وسنسري سبيش وفيجن واتاكسيا وكلينيكال نيرف حسب المكان. موتور لما واحد بيتضرب في الموتور اريا بيحصل له ايه؟ كونترالاترال هيميبليجي. عشان الدراما ده البيتشر انا بقى الكلام ملوش لازمه، هنبقى نسمع في البلاد سبلاي هنتكلم كل فيسل بيعمل ايه، بس احنا مقدمه عن اسامي الليجنز. لما حد بيتشال موتور ده بيحصل له هيميبليجي على الناحيه الثانيه. لما يتشال سنسري كونترالاترال هيمي انستيزيا. بس بقول لو احنا المصطلحات معانا الدنيا هتتظبط. السبيتش ممكن يحصل ايه مع الاستروك؟ يحصل ديسارثيا. الفيجن ممكن يحصل ايه؟ كونترالاترال هومونيموس هيمي انوبين، هو بيتشال على الناحيه الثانيه النصين الفيد بغض النظر اسمها كونترالاترال هومونيموس هيمي انوبين. اتاكسيا لو ضربنا السيريبيلو عادة، كرينيال نيرفز حسب الكرينيال نيرف اللي بنديه. وفي البيراميدال تراكت ليجنز عادة لو الستروك لو جت يونيلاترال الكرينيال نيرفز مش بيبقوا افكتد ما عدا مين؟ 7 و12. كل البيراميدال تراكت بيصبح وهو نازل، بيصبح على كل كرينيال نيرفز وهو نازل في ناحيه، بيصبح ببرانشات على الناحيه الثانيه. فلما يتضرب الستروك يونيلاترال غالبا الكرينيال نيرفز ما بتتقفلش. مين اللي بيبوظوا؟ ممكن 7 و12. ماشي، الكلام اللي جاي كيس
ورقه وورقه ثانيه وكل حاجه الانفستيجيشنز اللي بنعملها العيان جاي لنا بستروك اللي هم ايمجينج واذر ايمجينج ولابس. الايمجينج اللي بنعمله قولا واحدا ايه اول ايمجينج بنعمله؟ السي تي. نقعد نطبق السي تي للصبح. السي تي ايزي. السي تي افيلبل في الامرجنسي. السي تي بيديتكت الهيموراجيك ستروك مهما كانت مينيمال بيلاقيها. ايه فايده السي تي؟ السي تي مش بيشوف الثرومبوتيك ستروك في اول 48 ساعه. طب ليه بنموت عليه؟ عشان هو سهل جدا اكسكلود الهيموراجيك شارب ان هو يلاقي اي سمول هيمولوج بيشوف. فرق معايا في ايه؟ انا عايز ادي فيبرينوليتيك ثيرابي، عايز ادوب الجلطه في العيان جاي لي في الويندو فيز هنتكلم عليه. فانا لو اديت ثرومبوليتيك ثيرابي وعملت السيوله في الدم في عيان هيمولوج انا موته. فانا بعمل سي تي ما لاقيش هيموراج ادي العلاج. انا مش شرط اشخص، انا ممكن ادي العلاج بس باكسكلوجن ان هو مش هيموراجيك ماشي. فالسي تي قدامه كذا سهم اللي هم ان هو فري وافيلبل، ده اول سطر فري وافيلبل في الامرجنسي روم. تاني سطر اللي هو بيكسكلود الهيموراجيك، مش شرط ان هو بيشخص الامبوليك او الاسكيميك. السطر الثالث نوع السي تي اللي بنستخدمه نون كونتراست سي تي. في موديلات تانية مش لازمانة قوي في الطوارئ. الام ار اي بيشوف الاستروك الصغيره الامبوليك والثرومبوتيك وامبوليك وهيموراجيك. ما بنعملوش ليه؟ هنبعت العيان ياخد دوره ويعمله بره، وعلى ما يرجع لنا هيكون خرج من الويندو مش هنديله علاج. طب ما احنا عملنا ليه؟ شكرا شخصته، انت كان عندك استروك كان ممكن نلحقها، بس احنا عملنا الانفستيجيشن الحمد لله. عشان كده السي تي بيكسب. السي تي بيتعمل في 10 ثواني، الام ار اي اتليست نص ساعه على ما يلاقي دوره وعلى ما يلاقي مكان لو معاه فلوس اصلا، عشان مش بيتعمل طوارئ ماشي. ايه الاذر ايمجينج؟ ان احنا ندور على بقيه الاسباب. على الهارت ممكن نعمل اي سي جي وايكو. بندور على ايه في الاي سي جي؟ بندور على ايه في الايكو؟ بندور على ميتر الاستينوزس. وفاسكولار بنعمل دوبلر على الكاروتيدز عشان الاثيرومتاس فليكس اللي ممكن تطلع للبرين. ولابوراتوري بنعمل الريسك فاكتورز. امسك الريسك فاكتورز يا باشا من اولهم لاخرهم وادي بقى. عنده أثيروسكليروسيس يعمل له ليبيد بروفايل، عنده دايابيتس يعمل له سكر، عنده ليبيد يعمل ليبيد بروفايل، عنده هايبرجليسيميا يعمل له ليبيد. كل اللي انت شاكك فيه اعملهم من اولهم لاخرهم. ايه اللي بيتعمل في الطوارئ تحت بالظبط؟ بيتعمل السي تي، بيتعمل الايكو، بيتعمل الليبيد بروفايل، وبيتعمل الدوبلر كاروتيد. ده بيتعمل لكل العيانين. الكلام مكتوب في الكتاب مش بيتعمل لكل العيانين، او ممكن يتعمل بعد كده في الفولو اب. انما انا عيان جاي طوارئ اتعمل لي ايه بالظبط؟ بيتعمل السي تي والليبيد بروفايل والايكو والدوبلر كاروتيد. بيحجزهم في اسم 15 عند استاذ عاطف. لا بياخدوها بالهيستوري. كان الاول على اللابس في الطوارئ بتاخد دي على ما تطلع من ساعتين لثلاثه. فهو لما يروح يعمل اللابس ويستناه هو ممكن اصلا جاي ساعتين في الطريق وساعتين من عندنا بالشفا. احنا ممكن نطلعه من الويندو. ده انا ساعتين ده انا متفائل. مش بيعملوا خاطر لحاجه يعني. هم كل العيانين بالنسبه لهم طوارئ. فانت ما تعرفش تستعجله على تحليل عن التحليل، هيقول لك ما هو التاني كذا، ما هو التالت كذا. فكده كده هياخد وقت. ماشي. التريتمنت ده اللي في الصفحه اللي بره بقى لوحده اللي هو تريتمنت الاستروك. تريتمنت الاستروك الاول في حاجات كومن بغض النظر على نوع الاستروك اللي هو الجنرال والسيمتوماتيك. الجنرال بنعمل اي عيان نايم على سرير في المستشفى بنعمل له ايه؟ بنعمل له خمس حاجات بحرف البي. بنعمل له اول بي اللي هي البيد كير. بيد كير احنا نقلبه كل ساعتين ونحافظ على الفريشر ارياز ونعمل دراينس نافويد المويسترنج ونقلبه كل ساعتين. ده اسمه بيت كير. تاني حاجه البالانس دايت. لو هو بيعرف ياكل ياكل، لو هو مش بيعرف يبلع عنده ديسارثيا هنشربه برايل تيوب مفيش فايده خالص. ممكن ياخد توتال بارنترال نيوتريشن لو في كونتر انديكيشن. بعد كده البريفنج حسب هو محتاج اكسجين بس ولا محتاج ميكانيكال فنتليشن. بعدين البول عشان ما يحصلوش كونستيبيشن والفلورا بتعيش جواه تطلع بيتعمل له انما. بعد كده البلادر لو هو ما بيقدرش يقوم يخش الحمام بيتركب له قسطره. هل كل عيان عنده ستروك بيتركب له قسطره؟ مش شرط. مش كل عيان في اي سي يو محتاج يتركب له قسطره. ممكن يكون بيعرف يمشي، ممكن يكون مع حد يسمع. ماشي. سيمتوماتيك تريتمنت
تقسم ايرلي وليت. ايرلي بنعمل دي هايدريتنج ميجرز. ليه دي هايدريتنج ميجرز؟ عشان بنقلل الضغط جوه البرين وبنقلل الاديمه. ليه بنقلل الاديمه؟ عشان الجزء اللي بيموت ممكن يبقى ميت مثلا جزء سنتي في سنتي على قد بلاد فيسل قد كده هو مهزق مقفول في جزء سنتي في سنتي ميت مش سنتي مش مهم في البرين. بس ايه اللي بيحصل؟ الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل حواليه ويعمل اديم يضغط على جزء 5 سنتي يموت. فاحنا محتاجين دي هيدريتنج ميجرز عشان نفويد البرين اديما. زي ايه؟ زي الماليتول والكورتيكوستيرويد. بنعمل ايه؟ بندي بروفيلاكسيس للستريس السرز. الكاتيكولامين بتطلع بتزود الاتش سي ال فبنديهم بي بي ايز عشان بروفيلاكسيس للستريس السرز. انتي ايميتكس اكتر في الهيموراجيك ستروك هتبقى اسوشيتد بهيموريدج وكونفالجنس فبندي انتي ايميتكس وانتي كونفالجنت وانتي بايريتيك لو حصل سخونيه. يعني السيمتوماتيك تريتمنت عموما اللي احنا اللي بنشوفه بنعمله. ليت بنعمل ثلاث حاجات بحرف البي. بنعمل فيزيوثيرابي للجزء المشلول، باسيف اكسرسايز ان احنا حد من اهله يحرك له ايديه او حاجه. لو مفيش امل خالص بنعمل بوزيشننج ان اوبتيمم بوزيشن. لو المفصل ده احنا شاكين ان هو خلاص مش هيتحرك الجزء ده تاني نثبته في وضعيه تخدمه في الحركه في حياته اليوميه عشان يتشل على الوجع ده خالص. ده السيمتوماتيك تريتمنت. سبيسيفيك هنبدا بقى نقسم احنا اسكيميك ستروك ولا هيموراجيك. وكاتب في اول حاجه في التريتمنت هناخد الاسكيميك على بعضها ولا ناخد الهيموراجيك. اسكيميك هنكتب عليها ام او ام. ام ده اللي هو ميديكال ريفاسكولاريزيشن مشروح فوق خالص على اليمين. ميديكال ريفاسكولاريزيشن وميكانيكال ريفاسكولاريزيشن. ايه ميديكال ريفاسكولاريزيشن؟ هناخد الكلام المكتوب عليه فوق على اليمين اللي هو بيتاخد في الويندو فيز اللي هي اب تو 4 ساعات ونص، واظن في استراليا بيبدوا لحد 6 ساعات كمان. في الاصل هنا بنقف لحد 4 ساعات ونص افتر اونست اوف سيمتومز. لو جالنا عيان ده اورال، لو جالنا عيان لسه صاحي من النوم وصاحي من النوم مشلول وجالنا الاستقبال باعراض ستروك وجالنا بعد نص ساعه من ما صحي، صحي من النوم جالنا المستشفى خلال نص ساعه، نديله الميديكال ريفاسكولاريزيشن ولا ما نديلوش؟ هو جالنا في نص ساعه يعني هو كده المفروض ويندو ولا مش ويندو؟ اول ما صحى من النوم صحى لقى نفسه اللي عنده ديسارثريا مثلا وعنده الناحيه دي ما بتتحركش وشه بالظبط. بنحسبها على ايه؟ بنحسبها على اخر مره كان سليم قبل ما ينام. فهو لو نام 12 بالليل وصحى 8 الصبح مشلول انا حاسبك على 12 بالليل. فما كنت ده من الناس اللي ما بتاخدش ده بره الويندو، ده مش انديكيتد انه ياخد ثرومبوليتيك ثيرابي او فايبرينوليتيك ثيرابي. ايه الكونترا انديكيشنز؟ ان انا ادي العيان دواء يعمل له سيوله ان هو يكون عنده بليدنج اصلا، سواء بليدنج جنرال في اي حته في جسمه هو بليتلتس قليله او بليدنج في المكان اللي انا فيه ان هو هيموراجيك، او انه عنده سيفير هايبر تنشن. سيفير هايبر تنشن ده بيتلكك عشان ينزف، هو الضغط اصلا جوه خراطيم الدم الارتريز الضغط جواها عمال يخبط. لو احنا سرعنا الدم شويه او خلينا الدم سايل سهل جدا ينزف في اي لحظه، فده كونترا اندكيتد. والهايبو او هايبر جلايسيميا دي حاجات ريلاتيف، او يكون سنه اكتر من 75 سنه دي ريلاتيف كونترا اندكيشنز ان يعمل اعراض جانبيه العيان ما يستحملهاش. ايه الدواء اللي بنديه؟ حاجه اسمها ار تي بي اي. وعلى كده ار تي بي اي احنا كلنا عارفين اسمه ريكونفرنت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتر. بلازمينوجين ده اللي كان بياكل الجلطات اللي في الاخر خالص، وده ماده بتنشطه فياكل الجلطه. ماشي، ده اختصار معروف. و ار تي بي اي ده خلاص ده اسمه ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. دي الام الاولانيه. الام الثانيه اللي هي ميكانيكال ريفاسكولاريزيشن الثرومبكتومي، بتوع النيورو سيرجن يخشوا ويشيلوا الثرومبس من جوه. العمليه دي بتكلف كام؟ حوالي 60,000. حقنه الريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور حوالي كام؟ 30. قبل التعويم ولا بعد التعويم؟ هي قبل التعويم كانت ب 9,000 ل 10,000، يعني لو ضربنا في 2 هتبقى حوالي 20 دلوقتي. بس ببلاش في القصر. شوف بقى ربنا يخلينا القصر. ماشي، ده الميديكال والميكانيكال ريفاسكولاريزيشن. تاني حاجة البلاد بريشر كنترول. البلاد بريشر كنترول بيعتمد على حاجتين، أنا ناوي أدي أر تي بي إيه ولا أنا مش هدي أر تي بي إيه. يعني عندي هايبوجلايسيميك، العيان ده عنده هيمورج في حتة، العيان ده، العيان ده، العيان ده. لو عنده ما عندوش ولا كونتر انديكيشن هنسميه كانديديت، انت مرشح ان انت تاخد معانا ار تي بي. اللي ما عندوش ده مش كانديديت. حلو، ده هو كانديديت وانا هديله لازم احافظ على ضغطه واطي. يعني ايه واطي؟ اقل من 185 على 110، ده كده واطي.
واطي. ده كده واطي بالنسبه للعين عنده ستروك. ليه؟ في حاجه اسمها سي ان اس ريفلكس. بيعمل ايه السي ان اس؟ لو في ستروك قفله الدم اللي داخل البرين، الجسم عايز يوجهه، الجسم عايز غصب عنه لازم يحافظ على البرين، فعايز يعلي الضغط على قد ما يقدر عشان يبقى اعلى من الضغط جوه البرين عشان يعرف يوصل له الدم. فبيعمل ايه؟ بيعمل ترياد، بيعمل بريديكارديا، بيدي فرصه للقلب ان هو يملى دم جامد، ويعمل هايبرتنشن عشان يضخ كميه كبيره، والريسبيريشن يخدم، يبقى ريجولار ريسبيريشن حسب احنا محتاجينه، اكسجين اكتر اكسجين اقل، كله بيخدم على ايه؟ ان احنا ندخل دم من البرين غصب عنه. حلو. فايه اللي بيحصل لو احنا وطينا مجهودات الجسم دي كلها واحنا عايزين نحافظ على العين 120 ترميم عشان نراضي اهله او عشان احنا مش عارفين موطيين الضغط؟ اهل العين اتبسطوا جدا بقى 120 80، برين هايبوكسيا موت، مبقاش في دم وصل للبرين. الضغط العالي ده كان ديفنس ميكانيزم القلب عامل عشان يعرف يودي دم من البرين برغم الضغط العالي اللي جواه. فاحنا 185 على 110 ده حلو قوي، ده بيمنتين السي ان اس سيركيوليشن. فاحنا هنعمل ايه؟ ليه اسم تاني للترياد ده اسمه كوشنج ترياد. لو العيان ضغطه اقل من 185 على 110 انت كده كويس، ده ضغط عالي اه بس في المستوى ده انت الدم واصل للبرين كويس، هندي ار تي بي على الضغط ده. لو انت كانديديت بس ضغطك اعلى من 185 على 110 هنوطي لك ضغطك لحد ما يقل عن 105 ل 110، بعد كده ندي لك الار تي بي. ايه الادويه اللي بنديها؟ لابيتالول، نيكارديبين، صوديوم نيتروكليسايد. الفيرست تشويس لابيتالول، الترناتيف نيكارديبين، ان سيفير نون ريسبوندينج كيسز صوديوم نيتروكليسايد. ده ترتيب الثلاثه. ماشي. لو انا نون ار تي بي اي كانديديت، انا اصلا مش مستني اخد الار تي بي اي وانا مش هستفيد منه في حاجه، خلاص انا ممكن اسمح لك بضغط اعلى. هنعمل نفس الكلام بس على ليفلات اعلى، عند 220 على 120 انت كويس، انا مش خايف عليك من حاجه. 220 لو اقل من 220 على 120 همونيتور، خلاص انا مش عايز اعمل لك حاجه. لو اكتر من كده هدي لك نفس الثلاث ادويه عشان انزلك لحد ما تبقى 220 على 120 وارقام حفظ. ماشي. برده بنفس الادويه. ايه التارجت لما عاوز اوطي ضغط العيان في الكانديديت؟ ان انا عايز انزله من 15 ل 25% من السيستوليك، والتارجت او من المين ارتيريال بلاد بريشر من المتوسط ليها معادله، والتارجت بتاعي في انا مش مهتم بالتاني بالمش كانديديت، فانا هنزله من 10 ل 15% من المين ارتيريال بلاد بريشر. الضغط مفهوم؟ ماشي. ايه ادويه تانية تتاخد بروتين في كل الناس؟ الانتي بليتلتس زي الاسبرين، والجرعه الاسبرين حبس اللي هي من 75 ل 300، واخر جايد لاينز قالت ان احسن حاجه 325. هو القرص 75، ليه احنا مين اللي فكر يدي اربع اقراص وتلت؟ انا مش عارف، بس هي ظبطت معاهم على كده، ده احسن حاجه سنجل دوز. او ندي كلوبيدوجريل 75 مللي جرام ديلي دوز، الجرعات حبس. حلو. انتي كو في الترناتيفز تاني بس دول اهم حاجه. ايه الانتي كو اجلنس اللي ممكن بندي لكل عيان جلطه الادويه السيوله يمشي عليها بعد كده ولا مش بندي؟ مش روتين، ما بنديش غير على الكلوبيدو جريل. مين اللي بنديهم هيبرين وورفرين ونقعد نعمل لهم حاجات؟ دول لهم انديكيشنز، الناس اللي اصلا عندهم حاجه من ثلاثه. في حاجه اسمها ستروك ان ايفوليوشن اللي هي الجلطه المتطوره، يعني هي الاستروك بدات النهارده العين جايب مونوبليجيا دراعه مشلول، او مثلا الجزء الاخير خالص ده مشلول، بالليل بقى دراعه كله، بكره الصبح بقت رجله من تحت بدات تتشلم، خلاص يدي حاجه انتي كواجلنت. مش هنستنى لما الاستروك تاخد الميدل سيريبرال ارتري كله تقفله، او في ثرومبس عماله تكبر، امنع ان الثرومبس تكمل حجمها للاخر، مش لازم نقفل الارتري كله وبعدين نقول لا والله ده خد الفول بيكتشر بتاعت الستروك بتاعت الام سي اي، ما تلحق. دي اسمها ستروك ان ايفوليوشن. في انديكيشن تاني ان هو بيجي له ريكارنت تي اي اي اللي هي ريكارنت ترانزيانت اسكيميك اتاكس، هو الكاروتيد عنده فيه اثيروماتس بليك قد كده، عنده اثيروسكليروزس هنا، النهارده اتقطع منها حته قامت قافله البرين شويه مثلا ساعه ساعتين ثلاثه وفكت، بكره قفلت الاوفثالميك ارتري ساعه ساعتين وفكت، بعده قفلت مش هنستنى في مره تقفل ما تفتحش. التي اي اي ده بريديسبوزنج فاكتور ان حد يكون هيجي له ستروك.
فدول بياخدوا انتي كوجيليشن عشان ما يحصلهمش ستروك. او الستروك الامبوليك ده اصلا عنده اف فده واخد اصلا الانتي كوجيليشن علاج للاي اف مش واخدها علاج للستروك. فدي انديكيشنز ان احنا ندي ايه كونتر انديكيشنز ان هو حد بيخور اي حد بيخور مش هندي له انتي كوجيليشن. عنده هيموراجيك ستروك, عنده هيموراجيك بلود ديزيز, او عنده هيباتيك فيلير, او عنده اس بي اي سب اكيوت باكتيريال اندوكاردايتس. هنعمل له احلى فلير. الراجل ده عنده على الفالف عنده فيجيتيشنز صغيره كده سيبتيك امبولاي, هندي له دواء سيوله, هنعمل له حاجه اسمها شاور اوف امبولاي, فتحنا دش ترومباي في جسمه كله بالسلام على طول. ماشي, بعد كده هنعالج الكوز زي لو عنده اف هنبقى نعالجه. والريسنت دراجز زي الانليموماب. ايه الانليموماب ده؟ دواء مصنوع بتقنيه المونوكلونال انتي بوديز. ده بيعمل ايه؟ قال لك لما كان في ستروك قفل الطريق, في هنا انجولس قفل الدم والجزء ده مش واصل له دم كويس, تمام ماشي. البارابليجيا يعني الموضوع مكلكع شويه بس ان شاء الله بسيط. البارابليجيا معناها ايه؟ ان انا عندي بايلاترال لور ليمب باراليسيس بالليم مشلولين. حلو, يا اما سباستيك يا اما فلاسيد مش مهم. اركن الحته دي, هنمسك النوع الفلاسيد. انا رجلي الاثنين مشلولين, كلام جميل. ايه اللي يخلي رجلي الاثنين يتشلوا؟ هنعمل تقسيمه اسباب كبيره كده وهنقعد نرمي كلاسيفيكيشنز كده عمال على بعضها. اول تقسيم ان انا عندي مشكله في البرين يا اما مشكله في السباينال كورد. ايه المشكله في البرين؟ اللي تضرب لي الموتور اريا على الناحيتين وتشيل رجلي الاثنين. ازاي؟ الفرونتال لوب نضرب فيه اريا 4 على الناحيتين بمنتهى الذكاء. عايزين نضرب الناحيتين بتوع الفرنتال بنفس في نفس اللحظه. نعمل ايه؟ تروما ونزلت على الاثنين. انا موافق ان هو اتضرب بحاجه باداه واسعه ونزلت على الاثنين فرنتال. قول لي احتمال تاني كده. تروماتيك, اديني واحده انفلاماتوري. مننجايتس والهيلينج كان عمل مشكله او باس في المنطقه دي والباس كان كل الفرنتال لوب على الناحيتين. الباس مش هيسمي. ماشي, اديني سبب نيوبلاستيك. واحد عزه وحش قوي, طلع له من انجيوما او جلايوما وكبرت من الناحيتين وضغطت على الناحيتين, طلعت في النص فضغطت على الناحيتين. اديني سبب عجيب. سبب عجيب الايه؟ الان بالظبط الهوا سنجل انتيرو سيربرال ارتري. الانتيرو سيربرال ارتري بدل ما في واحد يمين وشمال بقى في واحد في النص وحصل في ستروك. يعني ده حاجه جميله جدا اسمها انفيرد انتيرو سيربرال ارتري. ماشي, فالاسباب السيربرال دي ده احتمال. يبقى دي هتعمل سباستيك ولا فلاسيد؟ تعمل سباستيك. تعمل سباستيك بارابليجيا لان هي ضربنا ابر موتور نيورون على الناحيتين. نركن السيربرال خالص بعدين هنكمل في الموضوع المهم اللي هو السباينال. السباينال ثلاث اسباب, اثنين مش مهمين هنقولهم ونركنهم ونكمل مع السبب المهم. الاثنين مش مهمين حاجه سيستميك زي مرض ايه, زي حاجه اسمها فريدريكس اتاكسيا. ايه فريدريكس اتاكسيا؟ ده مرض يبقى فيه حاجتين, بيبقى فيه دايليتد كارديو مايوباثي, مش لازم نكتب, بيبقى فيه دايليتد كارديو مايوباثي او بيبقى فيه السب اكيوت كومباين ديجنريشن. ايه السب اكيوت كومباين ديجنريشن؟ فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيعمل مرض اسمه ده هو ايه؟ ان انا عندي اديل سكين مثلا طالع منه بريفرنت نيرف داخل السباينال كولن طالع في البوستيريور كولن, فده اسمه بوستيريور كولن, ده اسمه بريفرنت نيرف. وبعدين انا عندي نازل هنا البيراميدال تراكت خارجي سبلاي مصري, فده البيراميدال وده البوستيريور كولن ده بريفرال نيرف. فيتامين بي 12 ديفيشنسي بيعمل حاجه اسمها اس سي دي سب اكيوت, يعني سب اكيوت اللي هي بتاخد شهور, حاجه ابطا من الاكيوت واسرع من الكورونا. كومباين ديجنريشن عشان ايه؟ عشان بيضرب كذا نوع من التراكس. بس هو طيب بيضرب كل حاجه بحرف البي, بيضرب البريفرال نيرف, بيضرب البيراميدال تراكت, بيضرب البوستيريور كولن, فده اسمه سب اكيوت كومباين ديجنريشن. لو هيريديتري ومعاه دايليتد كارديو مايوباثي اسمه فريدريكس اتاكسي.
واتاكسي فريدريكس اتاكسي الاتاكسي ودايليتد كارديوميوباثي والسبع كيوز كومباين ديجنريشن على بعض اسمهم فريدريكس اتاكسي. اسم غريب وشرح كتير بس تيجي في الامسك هي ماشي. انا مش بحب فريدريكس اتاكسي. ماشي. دي امثله على حاجات السيستميك اللي ممكن تعمل. احنا ليه بنقوله كده؟ عشان هو ممكن يحصل بايلاترال فيعمل بارابليجيا. انا اصلا نسيت حاجه كنا بنقوله هنا ليه. لو حصل بايلاترال هيعمل بارابليجيا ماشي. وفي ممكن يبقى حاجه ديسيمينيتد. يعني ايه ديسيمينيتد؟ يعني الاتاكس مختلفه في التايم وفي في البليس. بمعنى الام اس ممكن يجي لي اتاك تضرب البيراميدال تراكت على الرايت سايد على مستوى السكرم، بعدين اتاك تضرب العين على الليفت سايد، بعدين اتاك تضرب السنسوري في مكان تاني. فدي اماكن مختلفه في التايم، اماكن مختلفه يعني مختلفه في التايم وفي البليس. ده وصف الايه؟ وصف المالتيبل سكليروزس الام اس. فلو حد حظه حلو ان هو ضرب اللمبر والسكرم على الناحيتين هيعمل له بارابليجيا. ايه كان الخزعبلات؟ نيجي عند الجزء اللي احنا عايزينه الفوكال. ان احنا كسرنا السباينال كورد وعملنا ليجن في السباينال كورد على مستوى النرفات بتاعت اللور الامبلمبر والسكرم، كسرناه من تحت. الحاجات اللي ده اللي هنكمل معاه. المشكله الفوكال دي ممكن تبقى حاجه من ثلاثه، اثنين مش مهمين هنركنهم وواحد مهم هنكمل معاه. اثنين مش مهمين ان حصل انفلاميشن. انفلاميشن بالعرض على مستوى فقره نسميه ايه؟ ترانزفيرس مايلايتس. احنا عملنا انفلاميشن على مستوى فقره قفلناها، فالكود البيراميد اللي نازل اتقفل. او فاسكولار، ده سؤال استراتيجي، عايزين نقفل السباينال ارتري الانتيريور ولا البوستيريور عشان نعمل بارابليجيا. انتيريور. ليه انتيريور؟ عشان عندي انتيريور هورن سيلز. لو قفلنا الانتيريور سباينال ارتري بالسنس، الانتيريور سباينال ارتري بيسبلاي التلت او التلتين اللي من قدام من السباينال كورد، والبوستيريور بيسبلاي التلت اللي من ورا. فاحنا قفلنا الانتيريور نقفل الانتيريور هورن سيلز نعمل بارابليجيا. حلو. اركن الفوكال الانفلاماتوري والفاسكولار ونكمل مع الكونفليشن. احنا كل المقدمه التاريخيه دي عشان نوصل بقى للسطر بتاع الكونفليشن. الكونفليشن بقى اللي بيعمل بارابليجيا اللي لازمنا في الحياه بيتقسم ثلاث حاجات، اكيوت او سب اكيوت او كرونيك حسب الديوريشن. اكيوت زي التروما، كسرت الفقره بشومه او حاجه، والتي بي ممكن يبقى اكيوت وممكن يبقى سب اكيوت. التيومر عاده بيبقى سب اكيوت. والكرونيك هيوصلنا للسطر المأساوي بتاع الانتراميدولاري والاكستراميدولاري ليجنز. انتراميدولاري زي الجليوما والسيلينجوميليا، اكستراميدولاري زي سبونديلوز. ايه الفرق بين انتراميدولاري واكستراميدولاري؟ ده جدول حلو رسومات كتير كتير كتير. ماشي. انا اتمنى ان انتوا تستخدموا مخيلتكم معايا عشان انا رسوماتي ده الاسبانال كورد. الرسمه دي مش في الورق، انا بعتذر. الرسمه دي مش في الورق عشان انا برسم دي. ده السباينال كورد، هو حاجه اسمها سباينال كانال ماشي فيها سي اس اف. حلو. بعدين في فقرات حوالين السباينال كورد. السباينال كورد ماشي جوه الفقرات. يعني ايه انتراميدولاري؟ يعني انا جوه الليجن طالعه من جوه السباينال كانال بتاعت السباينال كورد. ده انتراميدولاري في هذا المكان السعيد. يعني ايه اكستراميدولاري؟ يعني انا جاي من بره السباينال كورد، انا واخد الفيرتيبري وواخد الروتس وهي خارجه والروتس وهي داخله الانتيريور والبوستير. انا حاجه ضربه الفيرتيبري وضربه الروتس وبعدين وصلت للسباينال كورد. فده الفرق او فرق او تعريف الانتراميدولاري اكستراميدولاري. انا طالع من السباينال كانال، انا جاي من بره السباينال كورد خالص. ده انت المدلل الاكستراميدولاري. ده بيتبني عليه ايه في الكلينيكال بيتشر؟ بيتبني عليه جدول مقارنه لطيف. مين الفيرتيبري افكتد فيه؟ اكستراميدولاري ولا انت المدلل؟ اكستراميدولاري. فالكلينيكال بيتشر بيزيد فيها عنوانين في الاول، ان انا بحط كلينيكال بيتشر اوف فيرتيبرال فراكشن او فيرتيبرال دامج، ان هو عنده بين وعنده سبازم في العضلات بتاع ظهره لو سبب البارابليجيا كان اكسترا ميدالي. حلو. في افكشن في الروتس في الاكسترا ميدالي ولا انتر ميدالي؟ في اكسترا ميدالي. فاللي عنده مشكله اكسترا ميدالي غير المشكله بتاعت السباينال كورد، احنا لسه ما قلناهاش، غير المشكله بتاعت السباينال كورد، عنده ان الانتيريور هورن سيلز في جزء حصل له باراليسيز
على مستوى الليفل بتاع الليجن، وان الجزء خسر سنسيشن على المستوى بتاع الليجن. ليه خسرهم؟ عشان الليجن دي اصلا على ما وصلت للسباينال كورد عمليه البيراميد والبارابليجيا كسرت دول في الطريق، تيومر دايس علينا، تي في عمال ياكل في اللي حواليه، ايا كان السبب اللي جاي من بره اكسترا من بره، او سبونديروزيس اللي هو المثال بقى اللي مكتوب ان في خشونه فعمال يطلع سبيرز، العظم عمال بيتاكل منه حتت وبيطلع منه شوكات عظميه ضغطت على الروتس وضغطت على الفيرتيبري وبعدين ضغطت على السباينال كورد. ده الاسبونديروز. نخش بقى في كلينيكال بيكتشر بتاعت الاكسترا ميدالري والانترا ميدالري على المستوى السباينال كورد. اتمنى لو تاخدوا الرسومات دي عندكم وترسموها في الورقه عشان هتحتاجوها في المذاكره بعد كده. ما هذا؟ ما شنو هذا؟ ده الترتيب بتاع جوه البوستيريور كولم وهو طالع او جوه الكابسول سنسور وهو طالع. ده ترتيب الفايبرز بتبقى جايه كده. احنا لو جوه السباينال كورد انا هاخد السباينال كورد من تحت لفوق، فالسكرم من تحت هو اول حاجه بتخش في السباينال كورد ويطلع من على الطرف، بعدين اللمبر اعلى منه شويه وبعدين يخش من هنا، الثراسك على ما طلعنا الترنك دخل جوه وطلع معانا، السيرفايكال اخر واحد من فوق بيطلع معانا فوق. ليه بنقول كده؟ هنقول بعدين، بس خلي المعلومه دي كده معانا. احنا لو عايزين نكمل تخيل الرسمه دي انا هرسم السباينال كورد كده. واللي في النص دي هنا لو هرسم حاجه هنا هرسم السباينال كانال. سلام معايا رنت. دي السباينال كانال وده السباينال كورد. العالم ده ما تساوي. ماشي. طب ليه احنا بنرسم الرسمه العظيمه دي؟ نسال اسئله الذكاء التقليدي. الاكسترا ميدالري تراك، الاكسترا ميدالري ليجن اول تراك تضربه ايه؟ السكر. صح؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال. لما تاخد الطريق ده من هنا لحد هناك تضرب السكر الايرلي، تضرب السكر يونيلاترال. طب سؤال تاني، لو انا انترا ميدالري اضرب مين الاول؟ سيرفايكال. بعدين اضرب الثراسيك، صح؟ صح. رسمة تاني. مما درست الخط ده اسمه ايه؟ ده البوستيريور كولن. احنا داخلين من البوستيريور وطلع على طول. اللي عدى الناحيه الثانيه ده اسمه ايه؟ ده اللاترال سبان سلام. اللي هو سبان سلامك اللي هيطلع لاترال وفنترال بعد، بس ده سبان سلام. سؤال، لو انا انترا ميدالري اضرب مين الاول؟ سبان سلام. لان انا هضرب اللي معدي من قدام، انا هاخد وقت على ما اوصل لده. وقعد في دماغك ان سبان سلامك طيب، يعني هو على ما يقعد ننفخ الحته دي مثلا بالسي اس اف ولا بليجن، يعني احنا نطلع لبره، ده صعب. المهم ده ماشي. لو انا اكسترا ميدالري اضرب مين الاول؟ طب اضرب الاسفان سلامك ولا ما اضربوش؟ اضرب امه، انا اصلا واخد الروت وهو داخل. لما اصلا كنت جاي من بره فانا اصلا كسر الروت من اوله، فانا بضرب الاثنين. فانا هقول مقارنه بين السنسوري بتاع الانترا ميدالري والاكسترا ميدالري، ولو قلت حاجه غلط قول لي. ان الاكسترا ميدالري انا بدمج اول تايبس اوف سنسيشن ترو فولس. انا ايرلي سيكرال افكشن ترو فولس. ماشي. لو انا انترا ميدالري فانا بضرب السيرفايكال والثراسيك، صح ولا غلط؟ ده بيسموه ايه؟
بيسموه جاكيت سنسوريوس. يعني ايه جاكيت؟ انا لو ضربت السيرفايكال انا شليت ايديه، لو ضربت الثراسيك انا شليت الترانك، فانا كاني لابس جاكيت اللي هو لمبي مش بيبقى افكتد في الـ في السنسور. طيب ماشي، انا بعمل سنسوري ديفرنشيشن لوس، انا بضرب بين وتمبريتشر اونلي، ما بضربش فاين تاتش، صح ولا غلط؟ سنسوري ديفرنشيشن ما مش ديفرنشيشن، سنسوري ديفرنشيشن في ناحية البريفيرال تمبريتشر اللي هي عكس مكان الليجن. انا انت لما دلري اصلا طلع من النص، انا ما عنديش مكان ليجن الناحيه اللي من النص، انا عملت جاكيت وسنسوري لوس. نوعه ايه؟ نوعه بينو تمبريتشر. ليه؟ انا ما ضربتش البستيريو كولم ده، هرب بالفاين تاتش، ما جاش عندي ليجن اصلا، الليجن هنا خالد البينو تمبريتشر اللي طالعين في الاسباينال فلما. حلو؟ حلو ولا لا؟ ماشي. فيبقى الاكسترا ميدالي وانا بضرب اول تايبس اوف سنسيشن وعنده ايدلي سيكرال افكشن، الانترا ميدالي بيعمل جاكيت سنسوري لوس اوف بين وتمبريتشر اونلي وذ سيكرال سبير، مش بيأفكت السيكرام في العين. خلصنا الاسمتين بتوع السنسوري ال 3 دي. ما هذا؟ ما هذا؟ البيراميدال تراكت زي ما وزعنا البرانشات جوه السنسوري، هنوزع البرانشات جوه الميدل. البرانشات جوه البيراميدال ماشيه ازاي؟ تخيل شخص واقف فاتح رجله وحاطط رجله الاثنين كده، فمن بره رجله، من جوه الابر لمس في النص السفنكتر والبلادر. حلو، عشان اسال السؤال لازم اساله، انت الميدلري الاول يضرب البلادر ولا الاكسترا ميدلري؟ احنا ده احنا كده البيراميدال تراكت اللي اسمها الكول، وادي ده نص بيراميدال، اي يعني ده بيراميدال ناحيه وده بيراميدال ناحيه ثانيه، احنا في نفس الرسمه، ده التراكت طالع، وانا كان ممكن ارسم الرسمه دي واحط خط اكتب عليه بلادر وخط اكتب عليه نفس الطريقه وخط اكتب ابر وخط اكتب لور، بس عشان اتخيل الترتيب. مين اللي يضرب السفنكتر بتاعه الباول الاول؟ انتر ميدالي اكسر ميدالي ليد. لو وصل في مشكله تاني، عشان الاسفنكتر بتاع البلادر بايلاترال وناحيه منهم ممكن تغطي، الاكسترا ميدالري صعب يعمل مشكله في البلادر. ليه؟ لانه صعب يضرب الناحيتين. الانترا ميدالري في كل المميزات، انا القريب اصلا من البلادر من الاسفنكتر، وانا هستند على الناحيتين الاسبانال كورد، فانا هضغط على الناحيتين، فهو اللي بيحصل فيه ايرلي باول افكشن. كلام جميل، كلام جميل كده. احنا قلنا السنسوري توزيعته، وهنا بنتكلم في الموتور توزيعته. بس هل مش هنكتفي بهذا من الكلكعة؟ لا، لازم نكلكع عندنا شوية. الموتور بيبقى لور موتور نيورون ليجن ولا ابر موتور نيورون ليجن؟ الدراما ده جاي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق لتحت. فانا لما بعمل ليجن في حتة انا بكسر الانتيريور هورن سيلز عند السايت، فالسايت اوف ليجن في الاكسترا ميدالري بالذات، السايت اوف ليجن انا بعمل اللي هو موتور نيورون ليجن، انا كسر الانتيريور هورن سيلز السايت، انما كل اللي جاي لي من فوق جاي من فوق سليم، كل اللي مكمل تحت ده ما بقاش واصل له البيراميد، فبعمل ابر موتور نيورون ليجن بيلو سايت اوف ليجن. الكلام منطقي. ماشي، السفنكترز قلنا ليت وايرلي. ماشي، ايه المشكله اللي بتحصل في البلادر؟ في الاكيوت، في الحاجات اللي بتعمل اكيوت سواء اكسترا ميدالري او انترا ميدالري، الاكيوت انترا ميدالري بتعمل ليجن اسمها ريتينشن والاوفر فلو. ريتينشن وال اوفر، يعني ايه ريتينشن والاوفر فلو؟ انا في الاكيوت اتاك ببقى في شوك ستيج،
بمعنى سواء ان انا ابر موتور او انا لور موتور في الاكيوت اتاك انا ما عنديش توم في اي حاجه فلسه ما عنديش تحكم في اي حاجه فالسفنتر مقفول على وضعه هو كده كده مقفول محدش هيفتح فالبلادر تقعد تتملي ولما البريشر جوه البلادر يبقى اقوى من البريشر جوه السفنتر يفتح فيعمل ينقط لحد امتى لحد ما الضغط يبقى متعادل تاني او الضغط هنا اقل فالسفنتر يرجع يقفل ولا في كونتراكشن في البلادر ولا في حياه في السفنتر ولا اي حد حاسس باي حاجه فال بريشر جريدينت نملى ونفضي لما تملى على الاخر تبدا تنقط ده اسمه ريتينشن اوفر فلو ماشي في ده لو المشكله حصلت اكيوت واحنا في شوك ستيج لو المشكله حصلت جرادوال هتفرق في حاجتين ايرلي وليت ايرلي بيحصل حاجه اسمها فليسيبتنسي ايه الفليسيبتنسي ان انا عندي ما خسرتش الابر ما خسرتش البيراميدال كله انا عندي لسه جزء من البيراميدال ما حصلوش ديتيريوريشن البيراميدال لسه بخسره جرادوال فلما اخسر منه شويه السفنتر بيبقى اضعف فوانا بحلل للحمام انا ببريسيبتيت نقط في الطريق انا ما فيش عندي كنترول 100% على اليونت وانا ماشي في الطريق بنقط مني شويه وانا ماشي ليت انا ما يبقاش عندي ما فيش بيراميدال خالص البيراميدال ده هو اللي كان بيخليني اكونترول السفنتر انا خسرت الكنترول عن السفنتر فايه اللي بيحصل البلادر بتتملي تتملي 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 تعمل ديستنشن للوول بتاعها الديستنشن يعمل ريفلكس كونتراكشن تفضي كل اللي جواها طب انا ليه ما قاومتش انا ما عنديش بيراميدال انا كنت بقاوم شويه لما كنت جرادوال ايرلي كنت بقاوم شويه فانا كنت استحمل ونقط استحمل ونقط انما لما خسرت البيراميدال كله انا ما عنديش كنترول البلادر بقى اسمها اوتوماتيك بلادر يعني ايه اوتوماتيك تملى تفضي انا مش علاقه بالموضوع هي هتملى تعمل ستريتش ريفلكس كونتراكت تفضي تملى تعمل ان انا بره الموضوع خالص فدي انواع البلادر ليجنز اللي بتحصل مع الاكسترامدلاري والانترامدلاري ليه بنشرحها في البارابليجيا ليه بنشرح الجزء بتاع البلادر في البارابليجيا عشان البايلاتراليتي احنا عاده عايزين ليجن تعمل بايلاتر عشان تافكت الاسفنت حسب حسب انا مين انا اكيوت ليجن يعني انا تروما حد مسك شو ما كسر لي السبرنال كورد انا ريتنشن اوفر فلو عشان في سوبر ستيج انا عندي تيومر عمال يضغط على البيراميدال تاتا 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 انا هديتيريوريت انا كنت بمسك نفسي واخش الحمام انا بمسك نفسي بس بنقط انا خلاص بره الموضوع هي هتملى هتفضي مع نفسها اوتوماتيكي كويس مش احنا لحد ما خلصنا جزء المكلكع في البارابليجي الانفستيجيشنز بتاعت البارابليجي ان احنا بناخد تي اس اف ونبص على ثلاث حاجات على البريشر وبنعمل تيست اسمه كويكن شتيت تيست حدش يستقول لي استهجاها و حاجه اسمها فروين سندروم ما هذا الكلام اللطيف ان احنا هناخد عينه من السباين من تي اس اف اللي حوالين السباين كورد ادي السباينال كانال ادي السباينال كورد ادي المينينجيز اللي حوالين السباينال كورد وادي السباينال كانال ادي السباينال كورد مش هرسم المينينجيز ولا كفايه لخبطوها انا هرسم المينينجيز ادي المينينجيز يعني بجيب الوان بعد كده هخش بيبقى من بره باخد عينه من السي اس اف تحت مكان الليجن يعني انا مثلا واحد عندي تيومر دايس هنا وانا عندي مشكله انترميدلري المهم انا عندي اوبستراكشن سواء الاوبستراكشن ده معمول بحاجه اكسترا ميدلري او معمول بحاجه انترا ميدلري لو انا سحبت عينه من هنا الضغط بتاع السي اس اف في المنطقه دي هيبقى عالي ولا واطي السي اس اف هقول مقدمه عن السي اس اف السي اس اف بيصنع في الفنتريكلز جوه البرين من الكرويد فليكسز ويمشي يشطف في البرين عشان البرين ما فيهوش ليمف درينج ويمشي يلم هو من البرين وينزل يلم من السبانال كورد وبعدين بيبقى درينت في الجابلر بينت يوصل للسيركيوليشن وينزل على الكدني يفضي كل الويست اللي فيه فانا السي اس اف جاي من فوق خالص وبينزل لحد السبانال كورد فانا السي اس اف جاي من فوق ولقيت اوبستراكشن هنا ضغط السي اس اف في المكان ده يبقى عالي ولا واطي حسب لا
واطي مفيش سي اس اف. ده لو لقيت سي اس اف اصلا انا في سي اس اف جاي من فوق ولا ابستراكشن في الطريق هينزل لتحت منين؟ فهو هيبقى التركيز ضغط عالي. انا موافق لو انت قلت لي فوق ان هو ضغط فوق الابستراكشن عالي ماشي، انما هنا ده ممكن نقول مصطلح اهبل نقول في اسكيميا سي اس اف في المكان مفيش سي اس اف واطي. فهنا مفيش الفريشر بيبقى من البريشر هنقول الاكسترا والانتر. البريشر في الاكسترا نير زيرو، الاكسترا مدلري لما بيعمل اوبستراكشن فتاك ما بيعديش حاجه، الانتر لا بيبقى ديكريزد بس واصل. الانتر ده تحسه طيب في حالته، الانتر ده اللي هو جاي من جوه لبره انت متخيل عشان ده يقلل يوصل الضغط لزيرو، يعني ده الاسبان الكورد اتنفخ 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 لحد ما قفل الفيرتبري من على الناحيتين بالمنينجيز. صعب تخيل الموضوع، خلي بقى قليل شويه. في حاجه بعد كده بقى اسمها ويكن بلاشتيت تيست، ده تيست طويل جدا. ده بنعمل ايه؟ درينج السي اس اف من البريم عشان يوصل للسيركيوليشن. ايه محطه اللقاء؟ الجاجلرز. الجاجلرز هي اللي موصلين السيركيوليشن بتاعت البريم من هنا للسيركيوليشن بتاعت الجسم تحت والهارت والليمفاتيك درينج وكده. فاحنا بنعمل ايه؟ هنقفل الراجل ده الجاجلر فينز، هنكمبريس على الجاجلر فينز من ناحيتين ونقفله. خلاص؟ ليه بعمل كده؟ عايز ازعلي ضغط السي اس اف جوه البرين والسبانال كورد. يعلى ولا ما يعلاش؟ انا قفلت المخرج. فالجسم مبقاش بيجيله سي اس اف واكله متحوش جوه البرين. هيقعد الضغط جوه يعلى 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 يعلى. في الاكسترا ميدالري هعيد نفس التيست، انا في ليجن هنا وانا قافل هناك في الجاجلر. ودايس هنا او عامل كومبريشن وهنا كومبريشن، اسحب عينه من هنا الضغط يزيد ولا ما يزيدش؟ في الانتر وفي الاكسترا. طب انت فتحت نفسك خطوه، في الاكسترا مش هيزيد وفي الانتر هيزيد شويه. حلوه شويه. هنا هيزيد مينيمال انكريز وهنا برده تقريبا نو افكش، مش هيحصل حاجه. ليه؟ انا قفلت من فوق، طب ما انا قافل من هنا. هيقعد مخه تكبر يكبر يكبر بس انا لا خارج ولا داخل، انا ما فيش عندي سي اس اف، فانا هنا مفيش توصيله، فالضغط مش هيفرق معاه في حاجه ان انا قفلت من بره ولا ما قفلتش. انما انت لما ميدلري ها هيعدي شويه والضغط ممكن يعلى شويه. ماشي. ثالث حاجه اسمها فروينز سيندروم. فروينز سيندروم ايه؟ فروينز سيندروم ان انا لما اخد عينه من السي اس اف واحللها تحت الميكروسكوب والسبكتروميتري واقعد العب فيها بلاقي فيها ثلاث حاجات. بلاقي فيها زانثو كروميا، هنشرح معاها زي الكلام السعيد. بنلاقي فيها سبونتينيوس كواجيليشن، بلاقي فيها حاجه اسمها سايتو البيومينوس ديسوسيشن. جت بجد كل حاجه فيه محتاجه شرح. ايه الزانثوكروميا؟ ان ده احنا هنجيب السي اس اف ونبص عليه بالسبكتروميتر هنشوفه بيمتص انهي ويف لينث اكتر. فبنلاقي ان السي اس اف هناخد بقى من الحته اللي فيها مشكله، يعني هناخد منها خلاص سيبك من البريشر بقى يكون من دماغك، هناخد قرب المشكله وسحبنا عينه او الناس عامله عينه من السي اس اف ونبص هنلاقي ايه؟ الزانثوكروميا. يعني ايه زانثو؟ اصفر. وكروميا لون. فزانثوكروميا ممكن تقولها بالانجلش يلو ديسكلاريشن عشان تعمل اللحم بتاع يلو ديسكلاريشن وسبونتينيوس كواجيليشن وسايتو البيومينس ديسوسيشن عشان تمشي اللحم. بس ايه فكرته؟ البيليروبين لونه اصفر، فلما يكون في ديستراكشن او في شويه هيموريدج او في شويه حاجه لما بنسلط الضوء البيليروبين هو اللي بيلمع في سماء السبكتروميتري. فالسي اس اف بيبقى لونه اصفر في السبكتروميتري لما يكون اكسترا ميدالري، في تيومر عمال يكسر والدنيا عماله تنزف وفي بليدنج ففي بيليروبين فيشوف لون اصفر، ده اسمه زانثو كروميا. يبان في مين؟ في الاكسترا ميدالري. فروين سيندروم كله في الاكسترا، مفيش فروين في الانتر. عشان ليه؟ مفيش بليدنج. مفيش حاجه احنا من جوه لبره، اصلا مسحعيه من بره مش هتوريك حاجه. العين بره شويه حاجه. سبونتينيوس كواجيليشن ليه؟ عشان الدم كان فيه كواجيليشن فاكتورز ما كانتش موجوده في السي اس اف احنا اديناها له، فبقى السي اس اف بيتجلط. ده مش الطبيعي في السي اس اف انه بيتجلط، بس هو بيتجلط عشان احنا ادينا له كواجيليشن فاكتورز من الدم. ايه السايتو البيومينس ديسوسيشن؟
ان احنا هنلاقي بروتين عالي. عالي ليه البروتين؟ عشان احنا كسرنا في الاكسترا مودلري، احنا كسرنا الروس واحنا كسرنا جزء من الفيرتبري. الحاجات دي هتزود الكونتنت بتاع البروتين جوه السي اس اف. الانفلاماتوري سيلز تعلى ولا ما تعلاش؟ ممكن ما تعلاش. ليه؟ عشان دي حاجه جرادوال، الجسم بتحصل على طول. حط في دماغك السبونديلوزيس مثلا، خشونه الفقرات، في التهاب اللي هو التهاب، لا حاجه مينيمال انفلاميشن. فالسيلز بتعلى حاجه بسيطه او ما تعلاش. الالبيومينس مقصود بيها البروتين عموما، في بروتين بيعلى او المايلينشيس اللي اتكسر، النيرفات اللي اتقطعت، الفيرتيبري، البون اللي جواها اللي طلع، كل الكلام ده بيزود الالبيومينس. فالسيلز ممكن تبقى نيرلي ما اتغيرتش، الالبيومين اللي هو البروتين تبقى عالي، في حاجه اسمها سايتو البيومينس اسوشيشن. ايه تاني بيحصل مع سايتو البيومينس اسوشيشن؟ اللي هي في الجيان بريسنج نفس الفكره برضه، انت بتدرس بتيجي تضرب الدنيا وتعمل نفس المشكله. ماشي. فالانفستيجيشن قلنا سي اس اف كومنت على البريشر، وقلنا ان هنا زيرو ممكن اشتت، هنا نو افكشن، بس في فروين سيندروم الانت ده بيبقى ضغط واطي سيكا، بيبقى فيه مينيمال انكريز مع الكوكن اشتت، وما فيهوش فروين سيندروم، ما فيهوش الكلام السعيد اللي احنا قلناه. السي تي والام ار اي لازمتهم ايه في الانفستيجيشن؟ نديتكت السايتوفليجن او نشخص يمكن في تيومر نشوفه، يمكن في حاجه. الاكس راي ارخص واسرع، وممكن نبقى نعمله في الاول، ولو في حاجه ثانيه نبقى نعمل لها سي تي والام ار اي، هم مور دياجنوستيك. بعد كده في الميلوجراف، اخر رسمه سعيده في المرض فيديو. فكره الميلوجرافي الاوكسيتي لو ما بتعملش تاني، بس احنا ان انا عندي اي دي سباينال كانال، ده السباينال كورد والسباينال كانال اللي احنا عاملين ايه نهزقهم من ساعه ما بدا. في الانت لو مدمري هنقول بقى الشكل عامل ازاي، بقى عامل كده. صح، حصل جوه ده المشكله اللي من الصبح اللي احنا عم نتكلم عليها، ان حاجه ليجن جوه نفخه الانترميدالري والدنيا عملت الكونفرشن. هنعمل ايه بقى؟ هنحقن سبب هنا بره في السي اس اف، مش نحقنه بعدين من انجيز، ما احنا حقنا سبب من هنا. شكل السبب عامله ازاي؟ خلينا بالنسبه لنا الكورد اكيد استجاب للاتساع العمال حسب ده، بالنسبه لنا الكورد بقى دي الاسبانيا الكنال، وده الاسبانيا الكورد، الاسبانيا الكنال، وده الاسبانيا الكورد كده. هو مش حامل يعمل ده، ايه عمال تكبر ده؟ لو انا حققت صبغه هنا بقى في الفراغ ده، الصبغه بتعمل شكل ايه؟ بلص المش ده اسمه ايه؟ فيوزي فورم، شكل المخزلي. بكره الختم كنا بنطير بها الطياره اللي هي كانت خشبه وعليها بكرة خيط منفوخة كده في النص، فهي رفيعة من فوق ورفيعة من تحت وبتنفخ وينزل. فيوزي فورم ولا مش فيوزي فورم؟ فيوزي فورم. فالانترميدالري شكله في الميلوجراف فيوزي فورم، ده تخيله. الاكسترميدالري ايه اللي حصل؟ ده اكسترا مندلري، في تيومر مثلا جاي من بره وضغط على السباينال كورد عمل كومبريشن، ده منظر الاكسترا مندلري، احنا ضغطنا على السباينال كورد من بره، هنحقن سبب في المينينجيز ونصور الصبغه من هنا، تطلع شكلها عامل ايه؟ تخيلوا ان ده المنظر ده، هم تخيلوا كده ان ده شبه الصدر، ده شبه سنج الحصان، عامل كده. ماشي عامل كده. تعرف هو يعني سدل، ده المنظر للسدل ولا ده المنظر للسدل؟ بس هو ان هو بيتركب عليه بقى من هنا، بيتركب عليه. وده ضهر الحصان واللي عليه ده السيرج يعني. ده اللي سدل فوق الليجن. انا
انا ما عنديش مشكله، بس هو يعني في مكان من هنا شبه السيد اللي ما بتخيلوش قوي الصراحه. ماشي، علاج البارابليجيا في الاخر خالص بقى هعالجه ازاي الراجل الطايح ده سيمتوماتيك ولا هنعمل له اي حاجه؟ مكتوب في الكتاب، في الكتاب ريفير تو بارابليجيا سبيشالايزد سنتر، ودي الناس بتعالج البارابليجيا. يا راجل يا راجل يا انت ماشي. هو علاج في الاخر اصلا سيمتوماتيك، والخمسه دي في الفتره اللي هو نايم فيها في السرير، بعدين هنعمله فيزيوثيرابي والكلام الجميل ده كله. طبعا في كوز هنعالجه. ماشي، احنا خلصنا جزء كبير والكلكع، فاضل الاجزاء اللي جايه لطيفه مش هنشرح فيها كتير. في الباركنسونز ديزيز ده ما حدنا له قبل كده، وقلنا الباركنسونيزم ده مشكله في البيزال جانجلي اللي بيطلع منها الاكسترا بيراميدال تراكت وبيعمل ترايد. لو من الباركنسونيزم لو من غير سبب، ده اشهر حاجه، يبقى ايتيولوجي مع السن الكبير. في ثيروس كتير لماذا يحدث الباركنسونيزم، من ضمنها ان في حاجه اسمها ليويس بوديز او الاماليويدز، حاجات بتبرسيبيتيت في البيزا جانجليا وتقلل الدوبامين اللي طالع منها فتعمل مشكله فوق. واحنا عندنا بالانس في الجسم، لو ده ميزان فاحنا عندنا بالانس في الجسم ما بين الدوبامين من ناحيه ومن الناحيه الثانيه. الله الله، وده الاستايل كله. لما واحد فيهم بيقل التاني بيسيطر على العالم، ولما واحد فيهم بيزيد التاني بيقل. فايه اللي بيحصل في الباركنسونيزم؟ الدوبامين بيقل والاسيتيل كولينز بتزيد. نتوقع العلاج هيبقى ايه بتاع الباركنسونيزم؟ يا هندي دوبامين نصلح الناحيه بتاعه الدوبامين اللي قلت، هو ده اللي حصل في الميزان، الدوبامين بقى قليل وان الاسيتيل كولين ريلاتيفلي زاد. هو ما حصلوش حاجه، بس هو لما واحد فيهم بيقل من الميزان التاني بيتحكم في العالم بالسبسيكوينت. فايه علاجها؟ هيبقى ايه لما نوصله في الاخر؟ يا اما هنحاول نظبط الموازين العالم تاني، هنرجع ميزان القوه تاني. احنا يا اما هندي حاجه تعلي الدوبامين، يا اما هندي حاجه تعلي الاستيل كولين. ده قصه الباركنسونيزم انكريز. فكلينيكال بيتش بتاعت الباركنسونيزم قلنا ثلاث حاجات في الاول خالص لما ضربنا الاكسترا بيراميدال تراكت، ان احنا قلنا ستاتيك تريمورز وصفها ايه؟ معلش هنكتبه، بتبقى الستاتيك تريمورز دي بتبقى ريجولر بيل رولينج، كانه بيسبح بيلعب بالسبحه في ايده من 4 ل 8 في الدقيقه. دي وصف الستاتيك تريمورز بتاع الباركنسون. البرادي كاينيزيا، قلنا ايه البرادي كاينيزيا؟ دي كانت اللوس بتاعه الايموشنال والاسوشيتيف موفمنت، بتظهر على شكل ايه؟ كان في حد قال في الاول ماسك فيس، بتظهر على شكل ايه تاني؟ لوس في السوينجنج ارم، وانا ايه وانا ماشي ايدي مش بتسوينج معايا. والمونوتونس سبيتش، ان الصوت بيطلع منه على طول درجه واحده. ماشي، الريجيديتي والسباستيستي. الريجيديتي وصفها هناخده من الجدول، بس ده سؤال تاني لوحده بتاع الفرق ما بين الريجيديتي والسباستيستي، فاحنا هناخد شرح الاثنين مع بعض. ايه السباستيستي الاول؟ السباستيستي دي اللي هي بتاعت الابر موتور نيورون ليجن، وصفها ايه؟ سببها ليجن في البيراميدال تراكت، بتبقى ديستال مور ذان بروكسيمال. بص شرح المنطقه دي هنقعد نقول فيه تفاصيل كتير من الفسيولوجي، فانا ايه هقول الكلام اللي فهمنا الدنيا ونمشي وخلاص. البيراميدال تراكت بادئ من دماغي وصل لحد صباع رجلي الصغير، فهنفترض ان سطوه البيراميدال على دماغي ورقبتي 100%، فهو بيضعف طول الطريق. ف 100% 90% 80 70 60 لحد صوابع رجلي هيبقى حوالي 10%. ليه بقول كده؟ لو انا بدات اخسر البيراميدال بورشن، وعاده ما فيش ليجن ان انا ضربت البيراميدال كله، انا بخسر البيراميدال بورشن، خسرت 10% من البيراميدال، مين هيتحرر ويحصل فيه سباستيستي؟ صابع رجلي. عشان كده البابينسكي هو الشورست ساين، اصغر ليجن في البيراميدال هتعمل ليجن ديستال. فعشان كده البيراميدال
الافكشن بيبان ديستال مور ذان بروكسيمال، ده اللي مكتوب في الكتاب اللي هو دي مور ذان بي، ديستال مور ذان بروكسيمال. ماشي، بيأفكت في الفليكسورز والاكستنسورز في الابر ولا في اللور، او بيأفكت العضلات القويه اكتر في اللي هي في الابر ليمب اللي هم الانتي جرافيتيز. تخيل شكل الباركنسونيزم، واحد واقف عامل كده، رجله دي مفروده لقدام كده حلو، وايده دي معموله كده، ايه الماسلز اللي معمل لها كونتراكشن؟ اخد الوضع ده اعمل كونتراكشن للفليكسورز في الابر ليمب، اعمل كونتراكشن للاكستنسورز في اللور ليمب. فهو عنده فليكشن في الابر ليمب فليكسورز، عنده سباستيستي في الفليكسورز بتوع الابر ليمب والاكستنسورز بتوع اللور ليمب. لا ده انا بقول البيراميدال، انا رجعت للبيراميدال، انا بشرح الجدول فانا بتكلم في البيراميدال عشان ساعه ما قلنا ان هو جاي من فوق. ماشي، فالافكشن بتاعه هو بيراميدال، ديستال مور ذان فليكسيبل ذان بروكسيمال، في الابر ليمب فليكسورز، في اللور ليمب اكستنسورز. وبيعمل حاجه اسمها كلاس درايف. ايه الكلاس درايف دي؟ ان انا لما باجي بفرد دراعي العيان في الاول بيبقى فيه مقاومه، بعد كده بتروح. ليه فيه مقاومه وراحت؟ سريعا سريعا الاستريتش ريفلكس. الاستريتش ريفلكس كان بيقاومني في الاول في الاول في الاول، هو اللي انا بعمل اكستنشن، بحاول اعمل اكستنشن وهو بيزق قصادي، بعمل اكستنشن وبيزق قصادي. لما باوفر كم الاريا اللي بيتحكم فيها الاستريتش ريفلكس، انا بتحكم في الدراع بمزاجي. فانا طول ما انا جوه الاستريتش ريفلكس بيقاومني، بعد كده بتروح. فسموها كلاس بنايف اللي هي المطوه، ان هي وانت بتفتحها بتبقى ناشفه في الاول، بعدين تنشف عليها تفتح للاخر. فالصعوبه اللي في الاول دي شبهوها بالكلاس بنايف، سببها هنا ايه؟ ستريتش ريفلكس. كلام على قد ما بتخيل الدنيا. وفي هايبر ريفلكسيا ليه؟ عشان البيراميدال كمان شغله ان هو بينهبت الريفلكسيا. الباركنسونيزم بقى مختلف في ايه؟ ان الباركنسونيزم هو ليجن في الاكسترا بيراميدال، ان هو بروكسيمال مور ذان ديستال، ان هو فول فيل. يعني ايه فول فيل؟ في الفليكسورز في الابر لينك، فليكسورز في اللور ليمب، اف اف الاثنين، وبيبقى ليد بايب. احنا مفيش السيطره بتاعه الاسترتش هناك، هو ريجيد اول ثرو، فعشان كده اسمه ليد بايب. الريفلكسات بتبقى نورمال او هايبر. ليه يحصل هايبر ريفلكسيا او نورمال ريفلكسيا؟ هو اصلا الاكسترا بيراميدال مش علاقه بالريفلكسات، بس الريجيديتي بتاعه الليمب مش مبينه ريفلكس، هو الليمب بتاعه محجر. فانا بضرب على البايسبس الريفلكس نورمال، بس هو مش بيبان. ليه؟ الريجيديتي بتاعه الليمب مخليه عامل زي الحديده، فانا بضرب وهو الليمب ما بيتحركش معايا. لو ما كانتش الريجيديتي موجوده كان الريفلكس ظهر. فاللي بيخليهم نورمال او هايبو درجه الريجيديتي مغطيه على الريفلكس ولا مش مغطيه. حابب تحفظهم وتريح نفسك ان هم من المسلز اللي افكتد في الريجيديتي بيبقى فول فيل، اف يو ال اف ال ال اللي هي فليكسورز ابر ليمب فليكسورز لور ليمب. انما السباستيستي بيبقى فول ال اف فليكسورز ابر ليمب اكستنسورز لور ليمب. مكبر دماغك من اي حاجه في الدنيا بس نفسك، عشان ينفعك الكلام ده كله في الامتحان. تريتمنت بتاع الباركنسونيزم بنقسم ايه البيزكس بتاعته؟ ان احنا عايزين نصلح ميزان القوى ما بين الخير والشر، عايزين نعلي الدوبامين نقلل الاسيتايلكولين. بنبدا بمين في التريتمنت؟ حسب شكوه العيان، مكتوب بخط صغير على جنب. لو العيان جايب تريبوز او جايب ايديباثيك باركنسونيزم، بنبدا بان احنا نزود نقلل الاسيتايلكولين، نعكس السهم ده. ايه الادويه اللي ممكن نديها؟ فيها ناتشورال زي الاتروبين، فيها سينثيتك زي دواء اسمه باركينول. الباركينول بيعالج ايه؟ باركنسونيزم. دواء جميل. لو العيان جايب شكوته براديكاينيزيا او ريجيديتي، هنحاول ان احنا نزود الدوبامين. الدوبامين لوحده ما كانش بيعدي البلاد برين باريير لما اديناه، فعملنا ليفودوبا. ليفودوبا ده بري كومباوند بيعرف يخش عند البلاد برين باريير بعدين يتحول جوه الدوبا. حلو، لقينا بنضطر ندي تركيز كبير حوالي 2 جرام، ده احنا بيتوزن بالكيلو ندي عشان ندي دوبامين. فمدوا ادوا معاه، عشان ايه اللي كان بيحصل؟ كان جزء منه بيتكسر في الليفر، فادوا كاربي دوبا في مجموعه كاربوكسي بنلخم فيها الليفر والدوبا يطلع هو البلاد برين باير يعدي هو يشتغل فوق. فده ساعدنا ان احنا بدل ما ندي مثلا 2 جرام ندي جرام واحد مع 250 ملي جرام كاربوكسي دوبا مثلا، جرعه اقل من الكاربوكسي دوبا. حلو، ما عرفناش ندي كل الكلام ده او في مشكله، بندي دوبامين اجنست، حاجه تشتغل على الريسبتورز دايركت بدل ما نقعد نطلع دوبامين وننزل حاجه تخش تشتغل على الريسبتورز. في دواء مكتوب بخط مش عارف واضح ولا لا اسمه امانتادين. امانتادين ده دواء ايه اصلا؟ انتي فايرال، ده بتاع انفلونزا. وهم كانوا بيدوه العيين عندهم انفلونزا بيحسن حاله الباركنسونيزم. قال لك امانتا كريم،
ده اسمه عمان تدين. في موسل ريلاكسنس ده سيمتوماتيك تريتمنت للاعراض بتاعه الريجيلتي. وفي سيرجيكال. سيرجيكال ده فيه افكار عميقه ايه الجراحه اللي ممكن نفيد بيها عيان الباركنسونيزم. الفيزل جانجلي في بينهم ريجيليشنز كتير. معلومات دي مش مهمه خالص. الفيزل جانجلي في بينهم بعض انتر اكشنز كتير. في فيزل جانجلي استيميلاتوري وفي حاجات انهيبيتوري استيميلاتوري انهيبيتوري في كذا واحده كده مع بعض. ايه فكرتهم؟ الفيزل جانجلي مش بتشتغل ستريت، يعني عاده الاشاره مش بتطلع استيميلاتوري من واحده تنزل تعمل استيميليشن للعضلات والريجيلاتوري موفمنت والحاجات ده كله. الدنيا بتمشي ازاي؟ ان واحده استيميلاتوري بتشغل اللي بعدها واللي بعدها دي اصلا انهيبيتوري. فالانهيبيتوري تعمل انهيبيشن للمسل تون وتعمل انهيبيشن توقف شغل البيزل جانجلي اصلا. الانهيبيتوري بيوقفوا شغل البيزل جانجلي. بص احنا معايا بقى من القصه الجميله دي. القصه دي المهم ان احنا العيان ده عنده ريجيديتي عشان في اشارات استيميلاتوري هي اللي بتوصل له في الاخر. فبيعملوا ايه؟ بيشيل واحده من الحاجات اللي استيميلاتوري عشان يسيبوا الانهيبيتوري يفكوا الريجيديتي اللي حاصله تحت. ده فكره الفيلم كله. فهم بيعملوا حاجه اسمها فاليديكتومي. على قد ما انا متخيل الموضوع ان احنا هنشيل واحده من الاستيميلاتوري دول عشان نخلي الحاجات نقلل الريجيديتي. ده فكره المساعدة. بس مالناش دعوه بالمهم. ماشي خلصنا الباركنسونيزم. الستاتس ابيليبتيكس موضوع مهم جدا بس سهل ما فيهوش كلام كتير يتقال. ايه الستاتس ابيليبتيكس؟ ان حد كان في تعريف قديم مالناش دعوه بيه، هو حد موجود في كتاب الكيس انا افتكر ان هو حد بيتشنج اكتر من نص ساعه متواصل. بس في تعريف جديد ان هو مهما كانت ديوريشن الاتاكس لو بيخش في اتاكس في النص ما بيفوقش ما بين كل اتاك والثانيه يبقى اسمه ستاتس ابيليبتيكس. مش لازم يكمل نستنى نص ساعه بيتشنج عشان نشخصه. التريتمنت بتاعه اول ما يجي لنا عيان بيتشنج واهل الولد بيتشنج بقاله 10 دقائق نص ساعه بس ما بيفكش في النص ما بين الاتاك والتاني هنعمل له ايه؟ اول حاجه جنرال هم الاي بي سي. فاكر ان الاير واي مكان ما انت حافظهم بقى من الجراحه مكان ما انت حافظهم من البطنه. هتمنتين الاير واي وتحافظ على التنج من ان هو ما يعضوش وتشوف السكريشنز والبريزنج هتشوف في مشكله في الاير واي في البريزنج في مشكله ولا ما فيش. والسيركيوليشن ضغطه متظبط بينزف من حته ما بينزفش هنظبط محتاج فلويدز ولا مش محتاج. بعدين بنعمل له لابوراتوري انفستيجيشن برده كلها حاجات مان سبيسيفيك. هنشوف يمكن يكون عنده سكر واطي هو اللي عامل له التشنجات هنعمل له سكر هنعمل له اي بي جي سي بي سي نشوف اسيدوزس نشوف في هيموريدج في حته من الخط اللي هو عمال يتخبطه. هنعمل انفستيجيشن عيان بوليتروما عادي. بنعمل حاجتين تاني عكس بعض. بنعمل دي هايدريشن للسي ان اس ان الخط ده معلش انتراكرينال تنشن عشان ما يخشش في هيموريدج فبندي ستيرويدز ومانيتول يقلل ضغط البرين. في حاجه تاني ممكن من الفاتيج يبقى ان هو محتاج اصلا فلويدز محتاج سلاين وجلوكوز من كتر الفاتيج يخش في هايبوجلايسيميا اصلا تزود الموضوع. فاحنا بنبالانس الاثنين احنا نعمل دي هايدريشن وهايدريشن دي انش عشان نحفظ ان هو بنظبط السي ان اس وبنظبط السيركيوليشن. بعدين ندي السبيسيفيك تريتمنت. ايه السبيسيفيك تريتمنت اللي هو محتاجه؟ هنبدا بالفينيتوين جرعته 15 ملي جرام بالكي جي حفظ. ممكن تحفظها بطريقه ثانيه اسهل. الافريج اللي بنحسب عليه دوز البني ادمين في الطب كام كيلو؟ 70 ل 75. لو حد 70 كيلو اديله 15 ملي جرام بالكي جي ياخد الجرعه كام؟ 1000 ملي جرام 1050. فهم في جرعه ثانيه اسهل انت بتقول بتدي له جرام. اسهل بدل 15 ملي جرام بالكي جي هندي له جرام فينيتوين. الاسهل لك احفظها. ما استجابش هندي دايزيبام. اف ستيل بريزيستنت هندي فينوباربيتون انفيوجن. اف ستيل بريزيستنت لو دي بتوع التخدير بقى يركبوا له اندوتراكيال تيوب ويلغيموه تحت جنرال انستيزي عشان ما يخبطش دماغه ويحصل له مشكله انتراكرينيال هيموريدج يخش في هايبوجلايسيميا سيفير اسيدوزس او شوك. ماشي في موضوع سهل تاني الهيدك. الهيدك ما بيجيش غير منشن. سيب البايكه في الاخر. الهيدك ما بيجيش غير منشنات. ايه هي انواع الهيدك؟ يا اما فيه مشكله فاسكولار ضغط الدم جوه البرين زاد او قل او اي مشكله في السيركيوليشن زي ممكن تكون برايمري زي ما جينا الكلاستر اللي احنا لحد ما مش عارفين اسبابهم والكلام عنهم ثيوريز. يا اما سكندري زي حد عنده هايبرتنشن ده مش مكتوب
لحد عنده هايبرتنشن ده سيكندري فاسكولار كوز. تاني سبب اللي هو التنشن هيديك، انا بفكر كتير فجالي صداع، انا ستريسد فجالي صداع، ده اسمه تنشن هيديك او سايكوجينيك هيديك. في ريفيرد اللي هو اي مكان في الفيس، انا عندي وجع في اسناني، وجع في وداني، في انفلاميشن في البرين، عندي سيريبرايتس مثلا، او عندي تريجيمينال نيورولوجي. في تراكشن وكونتراكشن. تراكشن ان انا عندي تيومر مثلا في البرين وعمال يشد البرين على ناحيه، بيتقل البرين على ناحيه واحده، ده اسمه تراكشن. او كونتراكشن ان في فايبروزس بعد مننجيز عمال يطبق ويضغط على البرين. فتراكشن ان الدنيا في شد في حته، والكونتراكشن ان المننجيز طبقت علينا البرين. دي 6 اسباب، ومثال على كل سبب في 4 درجات كومن. المايجرين ما بيجيش منها غير التريتمنت. دي فكره المايجرين والثيريز بتاعت المايجرين، ان الثيريز القديمه ان كان بيحصل ايه، بيحصل فازيكول سيليكشن في البرين، فيحصل شويه اسكيميا، ويحصل اكيوميليشن اوف ميتابولايتس زي البوتاسيوم والاسيدز، والاسيدز دي بعد كده بتعمل سي في فازودايليتيشن، والفازودايليتيشن هو اللي بيعمل الاتاك. فهم بيعتمدوا في علاج المايجرين على اننا لو انا في اتاك يبقى انا في الدايليتيشن اخد فازيكول سيليكشن، لو انا بره الاتاك يبقى انا معرض ان يحصل لي فازيكول سيليكشن فاخد فازودايليتور. فالادويه الان بتوين اتاكس كونترا انديكيتد في الاتاك، والادويه في الاتاك كونترا انديكيتد ان بتوين اتاكس، لان انا خرطوم ضيق واسع وخرطوم واسع وضيق، الاثنين عكس بعض، ده يخلي ده سي في. ال سيرز مين كان بيعمل كده؟ قال يمكن يكون السيروتونين هو اللي بيعمل كده، يمكن يكون حاجه ليها علاقه بالدوبامين. اخر ثيوري، اخر ثيوري موجوده في الدنيا ان هي ده تريجيمينال انفلاميشن، يعني الكلام ده مكتوب سطر كده، ان في تريجيمينال اصلا اريتيشن، والوجع ده اصلا سببه تريجيمينال ولا سببه بلاد فيسل ولا سببه السيروتونين ولا اي حاجه من الكلام اللي فات ده. ما زال الموضوع تحت البحث. ماشي، فالتريتمنت بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا وقت الاتاك بدي حاجه يعني ريستريكشن ولا اريتيشن؟ وقت الاتاك بدي فازيكول ريستريكتور، بدي السيروتونين، يا اما حاجه سيلكتيف زي السوماتريبتان اس مع الاس، يا اما نون سيلكتيف زي الايجوتامين. بيعمل فازيكول ريستريكشن في كل حته. وبيعمل الاكشنز ثانيه غير الفازيكول ريستريكشن. ممكن ندي دوبامين اجونست زي الميتوكلوبراميد، لان في ثيريز بتقول الدوبامين هو السبب مش السيروتونين، فهم بيدوا كل حاجه وبيرسبوند. الدوبامين الميتوكلوبراميد في المايجرين، لو ليك حد صاحبك عنده مايجرين بيحسن الاكشن بتاع السيروتونين اجونست، وياخد انالجيزكس للصداع زي ما هو عايز. انالجيزك ده الستيرويدز. ان بتوين اتاكس بيافويد التريجرز. ايه التريجرز اللي بتعمل المايجرين؟ النور العالي، ماشي، الدوشه، الشوكولاته، الهانج اوفرز عشان كده بنخنق، شويه حاجات تانية كده، والاورجازم بمناسبه الاندرو من ضمن الحاجات اللي بتعمل مايجرين. ماشي، يافويد التريجرنج فاكتورز. ايه تاني؟ ياخد بيتا بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز. ليه؟ حاجه بتعمل فازو دايليتيشن. ليه؟ عشان نمنع ان يحصل الفازو كونستريكشن اللي هيجيب لنا الاتاك الحقيقيه بتاعه الفازو دايليتيشن. ممكن ندي انتاجونست لايه؟ للسيروتونين، بس انا مش مكتوب انتاجونست للسيروتونين، انا كاتب انتاجونست بس. ماشي، خامس حاجه بندي اذرز زي ايه؟ بيجربوا بقى حاجات ونجيب نتيجه نمشي عليها. زي ايه؟ زي الانتي ابيليبتكس، ودي نقطه في صالح الناس اللي بتقول ان المشكله في الترايجيمينال. الانتي ابيليبتكس بيقللوا البين بتاع النيوروباثيك بين، بيقل بالانتي ابيليبتكس، فالانتي ابيليبتكس بتحسن المايجرين. فده نقطه في صالح العشيره بتاعت ان المشكله في التريجيمينال، ويطلع كل ده بيشتغل نفسنا. ماشي، تحت مواضيع من اكتر سؤال من اكتر الاسئله اللي بتتكرر في امتحان النيورو، البولي نيوروباثي. سؤال منشن جميل لطيف على ستايل الامتحان، فده بيجي كتير. يعني بولي نيوروباثي يعني حد عنده مشكله في نيروفات كتير في وقت واحد. ايه المشاكل؟ في حاجات هيريديتري زي فريدريكس اتاكسيا. مين حد اوت ستاندنج في الحاجه؟ ايه هي مكونات الفريدريكس اتاكسيا؟ اتاكسيا صح؟ سبكت كومبايند جنريشن وكارديولوجي، ده ريتد كارديومايوبسي. سبكت كومبايند جنريشن دي كانت عباره عن ايه؟ ريفرال نيرف وبوستير كولون وبيراميد انتراكت. اي حاجه بحرف بيها هتطلع صح. ماشي، فهي الجاي دي سيرتها من هنا ليه؟ عشان من ضمن البريفرال نيرف بس بتعمل كوين نيرف. اكوايرد
دول متجمعين في كلمه في 4 ايز والتي ان ام ستيجنج 4 اي تي ان ام. اي انفكشن في الدنيا ممكن تعمل مشاكل، الفيرال زي الشتاين بورد والاتش اي في، بكتيريا زي البروسيلا والليبروسي، الناس اللي حضرت الدلمه كان بيعمل يوريكوتينياس مانيفستيشن. اميون زي جيم بري سيندروم ده بيعمل بوين روباسي اللي هي اسيندنج مانر من تحت لفوق وسيمتريكال وبايلاترال وكلام جميل، بيعمل سيرت ايبيماز ديسوشيشن. هيتروجينيك زي الايزونايازايد الاي ان اتش، ولو اي دراج عايز تحطه في سايد افكس وانت عامل سكيم لنفسك وعايز فيها كلمه دراجز وعايز تحط سايد افكت تحط الايزونايازايد، هيخبط في اي حاجه غالبا هيطلع صح، بيعمل سايد افكتس كتير. انفلتريشن في حاجه بتنفلتريت النيرف زي الليكيميا واللمفوما، وبعدين توكسيك زي الكحول، الكحول بيقلل الثيامين فيتامين بي 1 وده هيحول للمايلين شيث والنيرفات. نيوتريشنال زي اي حد بيعيل فيتامين بي، اي حد بيقل بيعمل مشاكل. ميتابوليك زي الكرونيك رينال فيلر والهايبوثايرويديزم والدايابيتس ميليتس، كل واحد فيهم بالميكانيزم بتاعه. الكرونيك رينال فيلر بيعمل يوريميك يوريميا بتبوظ النيرفات، والهايبوثايرويديزم القديمه بتضغط على النيرفات وبيقلل الميتابوليزم، والدايابيتس حدث ولا حرج الجلوكوز والبريفرال نيوروباثي. مين سؤال منهم ممكن يجي لوحده؟ الدايابيتك نيوروباثي عشان كده كاتبه تحت لوحده مروه. الدايابيتك نيوروباثي دي مين اللي بتبقى سنسوري على شكل جلافان ستوك، بتاخد البريفري اكتر حاجه، مين دي سنسوري ليت موتور، ممكن تعمل اوتونوميك افكشن. اشهر حاجه فيهم السايلنت ام اي والدائريه. ايه سبب الدائريه في الدايابيتس؟ ده كان سؤال بيجي زمان عن النظام القديم بتاع الامتحانات. ايه اللي يعني الدايابيتس اللي يجي له دائريه بالمناسبه السعيده؟ كذا سبب. ممكن يعمل اوتونوميك نيوروباثي زي كده. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل جاسترو باريسيس، الاستومك بتبقى شغاله وما فيهاش كونتراكتيليتي كويس، فايه اللي يحصل؟ يحصل اكيوميليشن فيها وفي الانتستين لللاكتيك اسيد، الفلورا تبقى شغاله او الاورجانيزم تبقى شغاله ويطلع لاكتيك اسيد كتير. فاللاكتيك اسيد بيعمل ايه؟ بيعمل اوزموتيك دياري، بيسحب ميه من الانتستين ويعمل دياري. فده من ضمن الميكانيزمات اللي الدايابيتس بيعمل بيها دياري. اوتونوميك ممكن يشغل الباراسمباثيك اكتر من السمباثيك فيحصل دياري. ده سبب تاني. تريتمنت بتاع الدايابيتك نيوروباثي كلام لحد ما بديهي، بين كنترول الدايابيتس ولو في بين بيبقى ايرلي في بين قبل الاعصاب ما تتشل. ده الفرق بين البريفرال نيورايتس والبولي نيوروباثي. نيوروباثي ان هم مش شغالين ما بقوش بيحسوا، نيورايتس ان فيهم انفلاميشن، فهم لو نيورايتس بندي جابا بنتي انتي ابيليكتيك من ضمن الحاجات اللي هي سي ان اس ديبريسنت اللي بتقلل البين كنا بديهم في المايجرين. ممكن نعمل فيزيوثيرابي لو في شلل في حته، ندي فيتامين بي 12 فاز دايليتور يحسن الفازم النرفوزه. ونعمل كيلو فود. ايه الكيلو فود ده؟ عشان هم ما يجيلهمش دايابيتك فود، دايما يتابع رجله بعينه عشان هو ما بيحسش وما يمشيش حافي وينظف رجله بالتدين. ماشي ليه؟ يقص ضهر. ماشي. سبايكنويد هيموريدج سؤال كبير ما يغرقش الموقف من كان صغير. الانفستيجيشنز دي الانفستيجيشنز بتاعت الاستروك كلها، السي تي والام ار اي واللاب والازر لاب والكلام اللي كان هناك. التريتمنت بتاعه والله يعني سبب اركنويد هيموريدج، في هيموريدج في سبب اركنويد سبيس بيري يعني لازم رابشر تروما ايا كان اللي حصل. فقلنا الهيموريدج هنعالجه زي الهيموراجيك ستروك، فهنجيب الهيموراجيك ستروك من هنا. حلو. فور انيوريزم، انا شفت الانيوريزم قبل ما يرابشر في ميل ميدل ايج جاب صداع بيرسيستنت، بنفكر في الانيوريزم. في طرق انفيزيف وفي طرق ميديكال. ايه الانيوريزم ده؟ جزء ضعيف في الوول بتاع الشرايين بتاعت السب اركنويد سبيس، فاحنا خايفين عليهم يرابشروا، فممكن نعمل سيرجي نخش نقص الانيوريزم، يا اما اندو فاسكولار بنخش نحط جرافت جوه الانيوريزم زي بتاعت الاورطة والكلام الجميل ده، او نحقن جواه كويل. ممكن نطبق الانيوريزم ده، نحقن نجيب شاش ونطبقه، انا بستهبل، نجيب ماده ونطبقها ونلزقها في الانيوريزم نقفله من فوق ومن تحت عشان الدم يمشي طبيعي، الانيوريزم ما يزيدش عشان ما يرابشرش. ميديكال ان احنا نافويد ايه؟ اي حاجه تزود الانتراكرينيال تنشن زي ايه؟ السكريننج والتروماتول هيد. محدش يضرب حد في دماغه عشان ما يفعلوش ايه؟ يعني لازم في دماغه. ممكن ندي انالجيزكس للبين ماشي بلس او ماينس لامبر بانكشر. ممكن عشان نقلل ضغط السي اس اف والصداع ناخد عينه من اللامبر بانكشر. ممكن ندي انتي فايبرينوليتكس حاجه تمنع ان يحصل هيموريدج، نخلي الدم ماسك نفسه شويه
عشان ما يحصلش هيموت. فور كومبليكيشنز، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ انه يفرقع او انه من غير ما يفرقع يضغط على الهايبوثالامس فيعمل هايبوناتريميا اللي هي سياده سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن. المهم علاجه صلاين، ولو حصل فازوس بازم بعد الهيموريدج ساعات الارتريز بتشغل المغى فتيجي حاله تحميها ان هو حصل. انا كنت ارتري وكان طالع لي انيوريزم ضعيف والانيوريزم ده اتفتح فانا عايز اوقف البليدنج اعمل ايه؟ اعمل سبازم اقلبها اسكيميك ستروك. نفس الفكره ان انا بدل ما الدم ما كانش واصل عشان ده انا بنزف بقى الدم مش واصل بسبب الفازوكونستريكشن اللي قبل الانيوريزم. بنديهم ايه؟ نيمودوبين كالسيوم شانل بلوكر ليه افكت عالي على البرين في انه يعمل فازو دايلاتيشن في البرين. سلاين عشان هما ساعات بنأفكت الهايبوثالامس بيطلع الـ ADH أعلى من اللازم فبيحصل ووتر ريتينشن من غير صوديوم. احنا بندي صوديوم عشان ننزل الماء. ماشي، فاضل ايه؟ سؤالين، واحد سهل هنألفه على طول وفي واحد هناخده ونبقى خلصت وهناخده يبقى فضلنا سؤال تاني. البايكل ده ايه؟ البايكل ده ايوه مثلا سؤال غريب، ستيرو انفيروس وبدل الارض لما بيتقفل بيعمل حاجه اسمها لاتيرال مدلري سندروم او ليها اسم تاني فالينبرج سندروم او فالينبرج سندروم. فاحنا بخبرتنا في النيورو ممكن نألف اي حاجه في الدنيا. احنا هنقفل ارتري زي ما عاملين نقفل اراضي، هنقفل ارتري ونشوف الارتري ده كان ماشي فين يبقى عرفنا الدنيا ايه اللي حصل. لو انا عندي ده الميد برين وده البونز ودي الميدل ماشي وده النيوكليس بتاعت التراجين وده السيريبلوم وهنا في سيمباثيتك جنبي هنا في النيرف من الفيستيبلر من البيراميدال تراكت. بص من البيراميدال تراكت الارتري بقى في الفيلم ده كله جاي فين؟ الارتري ده جاي كده ده النيوكليس 5 وده التراجيمن الخارجي. شايف التراجيمن؟ فاكر التراجيمن ده رايح يسبلاي الفيس ده البيراميدال الشمال هنقابله هنا عند الارتري اليمين وده السيريبيلم وده النيوكليس بتاعت الفيستيبولر وده سيمباثيتك جانجلين بتاعت الجزء بتاع الفيس. كلام جميل. احنا هنقفل الارتري ده، ماذا يحدث لو قفلنا هذا الارتري السعيد؟ هي دي الرسمه اللي في الورقه بس هي منهكه شويه. بس لو انا قفلت الارتري ده يحصل بيراميدال تراكت على مكان الليجن ولا اوبوزيت للسايد بتاع الليجن؟ لو انا قفلت البيراميدال، لو انا قفلت الارتري شمال البيراميدال اللي اتشل فين؟ لا الجسم اتشل فين؟ شمال. الجسم اتشل شمال. لو انا قفلت الترايجيمينال ده هنا يبوظ الناحية دي من الفيس يبوظ على نفس الناحية ولا الناحية التانية؟ على نفس الناحية. الترايجيمينال مش هيكروس، الترايجيمينال خلاص طلع أصلا رايح على الناحية بتاعته فالترايجيمينال مش هيكروس. ماشي، لو أنا قفلت الفيستيبولر هنا مات يحصل إيه؟ الفيستيبولر ده كان بتاع إيه؟ بتاع إيكوليبيوم لا الكوكليا بسمع الفيستيبولر ده كان بتاع التوازن وبتاع الكلام الجميل ده فبيحصل ديس ايكوليبريم وفي شويه سنات اللي انا تعمل كحه ومش عارف ايه. السيريبيلم لما اتضرب اتاكسيا، السمباثيتك لما اتضرب هورنر سندروم. فالبايكا سندروم لما البايكا بيتقفل بيضرب الحاجات الجميله دي كلها، بيضرب البيراميدال، بيضرب تراجيمنال على السيم سايد، بيضرب الفيستيبولر وبيضرب هورنر، بيضرب السمباثيتك بيعمل هورنر سندروم وبيضرب السيريبيلم بيعمل اتاكسيا. طب في كرينيال نيرفز في المظله طالعين من هنا ولا مفيش؟
في 9 و10 و11 و12 كده النرفز طالعين منين اصلا عموما؟ 1 و2 طالعين من البرين دايركت، 3 4 ميد برين، من 5 ل 8 هنا، 9 ل 12 تحت. فهو بالمفروض كان يتقال اصلا من بدري 9 و10 و12 او 9 و10 و12 بيتضربوا من هنا. لو اتشالوا يحصل ايه؟ بلبل بوزي. ده اسم سهل، في اسم صعب، بلاتو فارنجيو لارنجيال باراليسيس. ان هو لما ضربنا 9 بلس فارنجيال بوظنا الفارنكس او بوظنا البلت، والفيجاس بوظ لنا الفارنكس والاحنا واللاركس، وال11 بوظ لنا اسمها ايه دي ترايسبس. ترايسبس بيحصل الشولدر بيقع، شولدر ويست. ماشي، ده البايك. اخر سؤال 11 سبانل اكسس. سبانل اكسسري، الاكسسري ما بيوصلش. ممكن يبقى ماشي. اخر سؤال بقى مهم وعميق، البلود سبلاي اوف ذا برين، او الليجنز اللي بتعتمد على البلود سبلاي. بص، في رسمه مقدسه، الرسمه دي لازم تبقى في دماغك وانت بتذاكر البلود سبلاي. ترسمها وانت ممكن مش حافظها ومش فاهمها، بس انت ترسم الرسمه دي والدنيا كلها هتتظبط معاك. ايه ده ماشي، انت كده نفسي. ماشي، ايه تحلوا الرسمه ولا نتكلم؟ في ثلاث برانشات او ثلاثه ارتريز هم المسؤولين عن البلاد سبلاي بتاع المين. مين دي؟ في انتيرو سيريبرال ارتري، في الميدل سيريبرال ارتري، في البوستيريور سيريبرال ارتري. السؤال عاده في الامتحان بيجي على الميدل سيريبرال، عشان ما اضحكش عليكم، بس انا مش هحكي كل حاجه. الانتيرو يعني الباقيين ساعات بيجوا، بس الاشهر حاجه الميدل سيريبرال ارتري هو الموست كوم. اللي جه في كذا مره في الترم وفي اخر السنه وفي ابتدائي وفي اعدادي. انا اصلا
انا فاكر القصه. ماشي. كل برانش منهم، كل ارتري من دول بيدي برانشين لما بيخش جوه البرين. برانش كورتيكال بيسبلاي جزء من السيريبرال كورتكس، وفي جزء كابسولر بيسبلاي جزء من الانترنال كابسول. الفن في ايه؟ انك تحفظ كل واحد فيهم بيسبلاي مين وتالف انت الليجند. لو انت حافظ كل واحد فيهم ايه التريتوري بتاعته. التريتوري يعني ايه؟ يعني ايه المنطقه اللي هو مهيمن عليها. ماشي. ففي الانترنال كبسول، الانترنال كبسول من قدام لورا، ايه الانترنال كبسول؟ ده المحطه اللي البرانشات اللي جايه من كل الجسم اللي طالعه لكل مكان في الكورتكس بتخش تتجمع هنا، بعدين اللي رايح لحته في الفرونتال بيبقى من قدام، والحاجه اللي رايحه للتمبرال بارايتال يبقى في النص، والحاجه اللي راجعه للاوكسيبيتال بتبقى من ورا. فهو بيبقى عامل زي شجره كده، كل النرفات جايه من تحت وتخش من هنا وتتفرع لكل حته. وفي منهم طبعا واحد في كل السيريبرال هيمسفير. السيريبرال كورتكس ده الجزء اللي فيه الاريا زي احنا كنا شرحناهم في الاول خالص. ايه الكوربس كالوزم؟ ده الجزء اللي في النص. لو انت تخيلت ان مخك ده وحده مولتون بالموتزاريلا، فانت لو مسكت مخك ده قسمته نصين بره كده، الموتزاريلا اللي معلقه المولتوهين مخك دول هم ده الكوربس كالوزم، مسؤول عن الكونكشن بين التو هيمسفيرز. ماشي. لو بالزيتون هتبقى الزيتونه انترنال كبسول لو احنا كملنا مثلا. ماشي. فايه اللي بيحصل؟ الجزء ده من الانترنال كبسول هو الجزء اللي الفنترال من قدام مسؤول عن بيسبلاي الانتيريو سيريبرال ارتري، بيسبلاي الانتير الاسوشيتيفز، الحاجات اللي هي رايحه مش الموتور ومش السنسي ومش الحاجات الاسوشيتيفز اللي هي بتخليك تفهم اللي بتشوفه، تفهم اللي انت سامعه، تفهم اللي انت مش عارف ايه. وبيسبلاي موتور ابر لينف وفيز. فانا لو قلت لك اللي قفلت الكبسولار برانش، كبسولار برانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري، معايا هيسافر من ايه؟ هيسافر من الحاجات اللي هي الانوزيا والافيزيا والكلام السعيد، هيسافر بين من فيشيو بريكيال باراليسيس الارم تشيل والفيس تشيل. ده انا قفلت الكبسولار برانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري. كلام جميل. عايز اقفل الكبسولار برانش بتاع البوستيريور سيريبرال ارتري. ماشي. ف احنا قفلنا البلاد سبلايات، ماشي، قفلنا انتيرو سيريبرال. بص معلش احنا عندنا وقتنا، فانا هنلعب اللعب دي بقى في البيت. قفلنا البوستيريو سيريبرال، احنا قفلنا الترنك واللي هو الليمبي. يعني مش هسال وانا ماشي، ما هسلقكم. البوستيريو سيريبرال هنبقى قفلنا ايه؟ الترنك واللور ليمب بيعمل مونوبليجيا وبيقفل الحاجات اللي ورا الاس اي في دي اللي هي السنسوري والسبيتش والسبيتش والاوديتوري والفيجوال، بس ما بيعملش حاجه. ليه ما بيعملش حاجه؟ عشان الحاجات دي بايلاترال ريبريزنتد، السبيتش والاوديتوري مش بيبقوا افكتد في الناحيه الواحده، والفيجوال ده ورا خالص بيعمل كونتراتيرال هرمونال سيجنال. بيعمل حاجه تاني في برانش خاص بالبوستيريو سيريبرال اسمه ثلاميك. الثلاميك ده ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ثلاميك سندروم، انه بيعمل سيفير بين وبيعمل اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز، حاجات ضاله كده، برانش شارد غير الكبسول غير الكورتيكال. البوستيريور سيريبرال بيطلع منه برانش صغير كده على جنب بيسبلاي الثلمس وحاجات حوالين الثلمس. الميدل سيريبرال ارتري اللي قفلناه بيعمل ايه؟ عشان كده اكتر واحد بيتسال. لو قفلنا الكبسول برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري ايه اللي يحصل؟ كله بيتضرب. فانت بتسمع شابتر النيورون كونترالاترال هيميفليجيا، كونترالاترال هيمياناستيزيا، بيضرب الفيجن، بيضرب الاسوشيتيف، بيضرب السبيتش والغيتي، مش بيبانوا عشان هم بيلاترال ديزن. فالكبسولار برانش بتاع ده يقفل لك الدنيا كلها. في الكورتكس ايه الرسمه العظيمه دي؟ ده انا واحد بصيت عليه من ورا، قطعت النوم كده وبصيت عليه من ورا، فدي الكورتكس بتاعته. ده الجزء من جوه بتاع الكوربس كالوزم. وبوستيريور انا قطعته مش باين، فانا رسمت الدايره دي كده على ان ده الجزء البوستيريور بتاع الاوكسيد. حلو. الارياز دي اللي هي ايه؟ اللي هي من بره ده التمبرال والبارايتال، وممكن ناخد اول حته وجزء من الفرونتال. انا من بره كده تمبرال وبارايتال. الانتيريور سيريبرال واخد الجزء الميديال بتاع الكوربس كالوزم
وطالع فوق لحد نص اريا 4. احنا قسمنا اريا 4 قبل كده وقلنا في منها جزء عالي بتاع اللور ليمب وجزء واطي بتاع الابر ليمب. هنا تطلع حته لخبطه هتبقى تاخد بالك منها وهي بتذاكر عشان هنخبطكم فيها دلوقتي. فاحنا عايزين نوزع الليجن. انا هقفل الكورتيكال برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري، امسك الارياز بتاعه التيمبرال والبريتال واقفلهم كلهم اللي هم التيمبرال والبريتال اللي هم اللي جت اللي احنا قلناها هناك. الانتيريو سيريبرال ارتري واخد الفرونتال وواخد النص العالي اللي هو بتاع اللور لين من اريا 4 والبارا سنترال جايلس، فبيحصل له انكونتيننس البول البلادر، بيحصل له ديكريز في المينتاليتي، ديكريز في ايه في الكود الفرونتال والبروكاس اريا والكلام ده كله. ده فكرته اللي فاضلك بس الحفظ انك تحفظهم ازاي. الاوكسيبيتال ده بيبقى سبايد بالبوستيريور سيريبرال ارتري وده الميدل سيريبرال ارتري وده الانتيريور سيريبرال ارتري. الكلام اقعد بقى اقفل الارياز وجمعهم، ده المتجمع قدامك في الكتاب عشان ما تقعدش تطلعها، هتقعد تقراها وخلاص. اللي هو الميدل سيريبرال ارتري انا قفلت الارياز بتاعه البرايتال والتيمبرال والنص الاخراني نص الواطي من الاريا 4 ماشي. وقعد بقى اكتب بقى هيمبليجيا اجرافيا اجنوزيا ومش عارف ايه وبتاع والكلام الجميل ده. البلاد سبلاي عقدة الناس، مش عارف ايه عقدة الناس. هو الاجابه هتطلع طويله بس انت هتالفها، يعني انت حط رسمتين قدامك، لو انت مش حافظ حط رسمتين قدامك ويعني ارسمها من المره 70 هتحفظها. في اسئله في الصفحه بتاعت الاستروك صغيره من تحت سريعا سريعا، كان نفسي ان احنا كنا نعملهم سوا بس يعني احنا مش هنعملهم سوا. وهي تحت خالص في صفحه الاستروك في فيشل باراليسيس وفي ترو بلبر وسودو بلبر بوزي. كنت هقول لكم بقى ان احنا عايزين نعمل فيشل باراليسيس عايزين نعملها ابر موتور ولور موتور، هيبقى ايه الفرق لو قفلت الفيشل ابر ولو قفلت لور. كلام سريع، ان انا لو قفلت الفيشل ابر هيبقى الفيشل مشلول على ناحيه والجسم مشلول على الناحيه الثانيه عشان الكروسنج اللي هيحصل. انا قفلت النيوكليس بتاعت الفيشيال قبل الكروسنج، بعد كده البيراميدال بيكروس تحت الفيشيال، فهيبقوا الاثنين عكس بعض، حاجه اسمها كروس دي هيمبليجي. انما لو على نفس الناحيه في البونز ايه؟ لو ضربت البونز ده، لو انا ضربت البيراميدال تراكت فوق البونز ولا فوق البونز؟ فوق البونز عشان ياخد التراكت وهو نازل، هينزل هياخد الفيشيال اللي طالع على ناحيه وبعدين لما يوصل للمجلل البيراميدال هيبيع الفيشل اللي قاعد الناحيه الثانيه، فيبقى الفيشل في ناحيه والليجن في الجسم على الناحيه الثانيه. لو انا ضربت بقى النيرف وهو طالع بال على نفس السايد المهم ان الابر بيبقى الناحيه عكس الناحيه بيبقى عكس بعض، انما اللور بيبقى الفيس نفس الناحيه والابر بياخد نص الفيس بس لو فاكرين المقارنه السعيده، وبياخد اللور ربع من الناحيه الثانيه، انما اللور موتور بياخد نص الفيس. و شويه كلام لطيف وجمعوه بس السؤال بيتسال فبجمعوه يعني، كنت عايز نقعد نعمله مع بعض. وبعدين اخر سؤال الترو بالبر والسودو بالبر بولسي. فكره الترو بالبر بولسي ان انا قفلت اللور موتور على الناحيتين، عملت بالاتر اللور موتور نيورون ليجن. فكره السودو بالبر بولسي ان انا قفلت ابر موتور على الناحيتين. هنبص بقى على اللسان والبلت والفت، مين الريفلكسات خسرناها في اللور موتور ولا في الابر موتور؟ في اللور موتور مفيش ريفلكسات، في اللور موتور ده في الابر موتور اكزاجريتد، لا بلاتر ريفلكس ولا فارينجيال ريفلكس. الجو ريفلكس ده باثولوجيكال يظهر في الابر موتور ولا في اللور موتور؟ في الابر، اللي هي سودو بلبر ولا ترو بلبر؟ سودو بلبر. فانت تقعد بقى تعملهم صح وغلط على الناحيتين، مين ممكن يحصل معاك كوادريبليجيا؟ لا قفلنا البيراميد على الناحيتين والتانج نبص على اليمين ويستنج وفاسيكيوليشنز والحاجات بتاعت اللور موتور، اللور موتور اللي هو الترو بالبر بولس. شكرا شكرا شكرا. في سؤال او اثنين او ثلاثه موجودين في كتاب الكيسز مش موجودين في الورقه، الورقه ده معمول على الورقه الاولى، في مواضيع صغيره كده ما بيجيش في الورقه الاولى ممكن تتشال في الكيسز اللي هي الكيسز البي زي المايستينيا جريفز والجيام باري سندروم وشكل في موضوع او حاجه زي كده. الحاجات دي عاده مش بتيجي ليت فاول تيجي في الورقه الثانيه، فالورقه وانت بتذاكر ما تنساش تبقى تبص عليها. بس ده
يعني معمول عشان يبقى سفشنت تخش بيه الدوره الاولى. ده الفكره يعني ما يبقاش فايتك حاجه.